اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر في ليالي بطوله افريقيا للمنتخبات. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني حلقه الاهلي خط احمر بتتواكب في نفس التوقيت او بتتزامن مع افتتاح بطوله افريقيا، وباذن الله باذن الله يكون النهائي منتخب مصر موجود فيه ويحصل على اللقب ان شاء الله. ان شاء الله بنتفرج على حفل الافتتاح باذن الله. في حفل الختام للبطوله يكون موعدنا مع وجود منتخب مصر، ونفضل كده بنتابع البطوله بنفس الشغف، ويمكن اهي بالصدفه اول علم قدامنا علم المنتخب الوطني المصري. يمكن حفل افتتاح يعني في بساطه افريقيا القاره السمراء، يعني كالعاده يعني بنشوف طبعا الافيال الايفواريه رمز لكوت ديفوار، وطبعا يعني كان افتتاح اكيد مختلف في طابع افريقيا، في رسائل مهمه جدا تخص قارتنا السمراء. وانا بشوف ان دايما مش شرط حفل الافتتاح يكون بالضخامه او بالانفاق المادي او بالفقرات، بقدر ما هو يكون معبر عن هويه القاره وعن البطوله وعن اجواءها وفي من روحها. يعني ادينا بنشوف رسمه طبعا قاره افريقيا والدول المتواجده في البطوله. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون التتويج من نصيب منتخب مصر. اكيد عندنا حاجات كتيره جدا تخص المنتخب، واكيد عندنا رساله. يمكن مع اقتراب البطوله الواحد بيشوف يا الاحساس، انا كنت متصور ان الناس عشان تبدا تتشد كنت بشوف يمكن محتاجين نبدا نلعب، وانا كنت براهن دايما زي البطوله اللي فاتت يا جماعه، لان قلت الرهان على فكره ان منتخب مصر 2006 2008 2010 وان هذا هو المنتخب. قلت لا، قلت انا شفت بنفس الجيل اللي موجود حاليا، مش جيل اللاعبين ده، نفس كمان الجيل المتواجد مننا في البطولة اللي فاتت، واحنا بنلعب كوت ديفوار، واحنا بنلعب الكاميرون، واحنا بنلعب السنغال، واحنا في طريقنا للقب. لا، شفت حماس، شفت نفس الاجواء، شفت الناس نفسها في اللقب، شفت حالة الالتفاف حوالين المنتخب. إذن اللي بيصنع الحالة دي هو مجرد ما الناس تبدأ تشوف المنتخب في وضع جيد، عنده الإرادة، عنده القدرة، عنده الرغبة، بتلاقي دايما متواجد الشعور الجماهيري، وبتلاقي الالتفاف حول المنتخب. اعتقد انا واثق ان ده هيحصل، وانا واثق ان كمان احنا عندنا جيل يخلينا نتعشم في ده، وده المهم. انا بشوف ان هذا الجيل هو افضل سكواد في عمق دخل بيه المنتخب الوطني بطوله من بعد الفتره المجمعه بين 2006 2010. خيارات كتير جدا، عندك طبعا محمد صلاح، ولكن انا اقدر اقول اتمنى ان ده يصدق مع المنتخب ان هذا ليس منتخب محمد صلاح فقط، هو منتخب مجموعه من اللاعبين. بنشوف اسامه تريزيجيه وتاثيره وبصمته، بنشوف عندك مهاجم واعد قوي بيلعب في اوروبا زي مصطفى محمد، عندك كهربا في افضل حالاته، عندك نص الملعب بكل الزخم اللي فيه ما بين حمدي فتحي وامام عاشور ومروان عطيه والنني ومحمود حماده، وعندك في خط الدفاع مدافعين انا بشوف ان هم من الافضل داخل القاره ان لم يكن هم الافضل، سواء احمد حجازي او محمد عبد المنعم، وفي وجود ياسر ابراهيم وغيره، علي جبر ايضا لعب في وقت من الاوقات خرج احترف في انجلترا. عندك في كل المراكز سواء باك يمين او شمال، ولا ننسى حراسه المرمى القائد الشناوي واحد من افضل الحراس، انا بقول مش حاليا في افريقيا، هما في تاريخ افريقيا. فانا بشوف يا اسامه كل ده لو حطيناه جنب بعضه يخلينا نقول ان عندنا مؤشر ان لا، هذا المنتخب تقدر تراهن عليه وتقول هو ليس منتخب محمد صلاح مع قيمته الفنيه الكامله اللي بنقدرها، ومع قناعتنا ان هذا النجم ليس من العيب ان انت تقول منتخب محمد صلاح زي ما الارجنتيني هو ميسي، زي ما البرتغال كانت كريستيانو رونالدو رغم كل اللاعبين اللي فيها، ولكن عندك مجموعه اخرى من اللاعبين تخليك تقدر تتوسم فيها خير. هو بالتاكيد الاكثر نجوميه هو طبعا كابتن محمد صلاح، ولكن انا عندي قاعده مؤمن بيها، هي فكره الفريق اللي بيعتمد على نجم واحد لا يحقق بطولات. يعني شفنا ده في منتخبات كتير، يعني حتى على مستوى مش هقول لك يعني البرتغال والارجنتين، حتى على مستوى السويد لما يعني ابراهيموفيتش اعتزل اللعب الدولي صعدوا لكاس العالم وقتها. يعني فمحمد صلاح بالتاكيد
في تعاون كبير جدا بينه وبين اللاعبين، نجم كبير جدا لازم تعقد عليه بالتاكيد امال. ولكن زي ما قال روي فيتوريا، هي كره قدم جماعيه وعندنا تيم يعني قوي ومنتخب قوي. عندنا تريزيجيه، ورحله تريزيجيه الحقيقه بشوفه يعني مظلوم اعلاميا، ما بياخدش الكريدت الكافي مع منتخب مصر، وتحديدا ان تريزيجيه مع روي فيتوريا مقدم افضل حالاته، يعني حتى مساهم في عدد اهداف تقريبا 8 اهداف، وده اكبر رقم ساهم فيه تريزيجيه في فتره زمنيه او مع مدير فني. يمكن تاريخ تريزيجيه قبل روي فيتوريا كان مسجل 7 اهداف او 8 اهداف، سجل تقريبا زيهم مع روي فيتوريا. يمكن نفتكر لتريزيجيه لقطه ركله الجزاء اللي صعدت بمنتخب مصر لكاس العالم اللي سددها طبعا كابتن محمد صلاح، عندك عمر مرموش، وان شاء الله يكون له بصمه واضحه يعني تختلف عن المباريات السابقه مع المنتخب المصري. زي ما قال فارس، عندنا خط وسط، وبالتاكيد بنضيف لخط الوسط زيزو، بالتاكيد لعيب ايضا مهم وبيتم التعامل معاه من قبل المنتخب في طريقه 4-3-3. وانا حابب ان يكون دي الطريقه اللي تناسب منتخب مصر لوجود محمد صلاح، اللي تناسب طريقه لعب المنتخب المصري. ولا ننسى ان روي فيتوريا الحقيقه مقدم شكل جيد للمنتخب، في بعض المباريات ما كانش موفق فيها المنتخب، ولكن بنقول ان في قدرات هجوميه زادت. نتمنى ان ده يتحقق على ارض الواقع، نتمنى ان تكون فعل حسن فكره بطوله بتبدا بموزمبيق. يمكن حتى روي فيتوريا عقب عليها او اتكلم فيها، ولكن انت فعلا كل بطوله واجهت فيها موزمبيق في المباراه الافتتاحيه ليك انت كمنتخب مصر فزت فيها 2-0، 3 بطولات قدرت تحققهم، ليه لا ما نحققش البطوله وانت اصلا وصيف البطوله الماضيه؟ يعني لازم نصدق في امكانياتنا، نصدق في قدراتنا، ده مهم جدا. لو اللعيبه بجد مصدقين، لو المنتخب مصدق، انا شايف ان المنتخب ده يستحق ان هو يتحط في السي في بتاعه بطوله امم افريقيا. يعني انت لما بتيجي تتكلم عن الشناوي، الشناوي 2022 حارس مرمى بياخد افضل لاعب داخل القاره، افضل لاعب. لما تيجي تتكلم عن 2023، الشناوي مع بونو مع اونانا حارس مانشستر يونايتد افضل 3 حراس في القاره محترفين ومحليين. فانت بتتكلم في لاعب قدر كمان اول مباراه يلعبها في كاس العالم يحصل على رجل المباراه، يلعب في اولمبياد، يلعب في تصفيات، قدر ان هو يحقق مع النادي الاهلي كل البطولات تقريبا باستثناء مونديال الانديه. فانا بشوف ان السي في بتاعه ناقصه الحته دي اللي توج تاريخه ومجهوده ومستواه. الامانه ربما لو متواجد في الجيل الذي حصل على البطوله 2006 2008 و2010 كان هياخد البطوله بالتاكيد، لان لم يكن يتغير في الامر شيء. حارس كبير بالتاكيد. عندك ايضا لاعبين مهمين زي حجازي من قطاع الناشئين، من منتخبات الناشئين للمنتخبات الاولمبيه، يلعب اولمبياد للاحتراف في انجلترا ثم حاليا في السعوديه، يحتاج ان يتحط في السي في بتاعه بطوله زي دي. عندك محمد عبد المنعم، محمد هاني، مش عايز انسى اي حد، تريزيجيه بالتاكيد، كل اللاعبين محتاجين ان هو يكون في السي في بتاعهم بطوله افريقيا. واللقطه الشهيره بتاعه تريزيجيه اللي كلنا يعني كانت وجعت قلوبنا جدا لما قال مرتين بنخسر النهائي، ان شاء الله تكون الثالثه ثابته. والنهارده كان الافتتاح، والافتتاح كان له تواجد مصري الحقيقه، يعني مش بس العالم كان في الصداره زي ما شفنا حضراتكم لقطات الافتتاح، لا ده تواجد مصري، يعني مطرب مصري محمد رمضان بيحيي حفل افتتاح. عندك كمان في المباراه هيكون طاقم تحكيم مصري خالص، نتمنى ليهم التوفيق بالتاكيد. ان كان ممكن خلافات وجهات نظرنا معاهم في الدوري المصري او في كره القدم المصريه او النظام المحلي المتبع، لا، لكن هم حاليا بيمثلوا كره القدم المصريه، نتمنى ليهم التوفيق، نتمنى يكون التوفيق حليفهم، ونتمنى الا نراهم في المباراه النهائيه، لان ان شاء الله يكون المنتخب المصري متواجد في المباراه النهائيه فارس، وباذن الله نقدر نحقق اللقب. الحقيقه غاب قوي، يعني ده تقريبا ربما بعد 86 غابت 12 سنه وحققناه في 98، حاليا انت 2010 بتتكلم في 2024، 14 سنه، فتره يعني طويله على المنتخب المصري. هي حلوه اسامه ان احنا بنقول طويله على المنتخب المصري، لان منتخب مصر يا جماعه ليه تقاليده في البطوله دي تحديدا. يمكن هتستغرب كتير جدا لما تشوف انديه، قصدي منتخبات، وصلت عدد كبير من المرات لكاس العالم ولكن ملهاش نفس التاريخ في البطوله دي. فانا بشوف ان البطوله دي هي المحببه للمنتخب المصري وهي المحببه للشارع المصري. اكيد الوصول لكاس عالم شيء جيد، ولكن ايضا البطوله دي لها عرقتها. وانا يا جماعه بشوف ان نسخه المغرب في كاس العالم للمنتخبات طبعا اللي فاتت، واللعب على المركز التالت والرابع، وكنا كمان بنطمح ان هي تروح ابعد، ده كان شيء استثنائي. ولكن لو هتقول لي اللعب في كاس العالم لمجرد اللعب،
هو ان انا اروح كمنتخب بروح كاس العالم العب دور المجموعات وسلام عليكم وارجع، ولا ان انا احقق بطوله افريقيا امم افريقيا طبعا بتاريخها العريق؟ هقول لك لا، بطوله افريقيا هي جزء من الاجزاء ان لم يكن هي الرهان، لان يا جماعه اللي كون شخصيه المنتخب المصري لكره القدم وتاريخه هو ليس الوصول لكاس العالم وليست نتائجه في كاس العالم. احنا مش منتخب بطبعه كان بيروح لكاس العالم في نسخ كتير وبيروح لحتت بعيد، مش دي مكوناتك وعندك في الحته دي مشكله. وحتى لما رحنا يعني البطوله اللي تواجدنا فيها مع السعوديه واوروجواي وروسيا ما رحتش لحته بعيده، ولو انت هتقول هات كده مشجع مصري باستثناء يعني مباراه اوروجواي ومحمد الشناوي رجل المباراه، هات كده مشجع مصري قول له يعني ايه ذكرياتك مع البطوله دي، انا بقول لك هيقول لك مفيش، انا بقول لك هيقول لك مفيش. طب هاته بقى في امم افريقيا، لا هيروح معاك لنوستالجيا وهيروح معاك لافكار وهيروح معاك لمشاعر عاشها مختلفه تماما. فعشان كده البطوله دي يا جماعه انا بشوف ان هي اللي صنعت مكونات وشخصيه وتاريخ المنتخب المصري لكره القدم، واتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله نرجع باللقب. ولكن كان عندنا راي مهم جدا جدا لروي فيتوريا نشوفه ونرجع معه. سوف نساهم مره اخرى في هذه البطوله الكبيره، لدينا تاريخ يقول أن مصر قد حصلت على 7 ألقاب في هذه البطولة، في تاريخ هذه البطولة. لدينا طموح كبير، فنحن فريق يتجهز بكل قوة وطاقة، ولدينا الثقة الكبيرة في عملنا وفي لاعبينا، لدينا الرغبة أن ننظر لكل مباراة على حدة وكأنها بطولة في حد ذاتها، ونحن يجب أن نكون فريق قوي في كل المباريات ولكن في نفس الوقت نحن ننظر إلى كل مباراة على حدة، نعمل فيها كل جهدنا لكي نكسبها. نحن لم نشتكي من أي شيء. نقطة. إذا كان أحد قد ذكر ذلك فهو كاذب. أود أن أقدم تهانية وشكري للتنظيم وللمنظمين، فنحن لم نشتكي من أي شيء، ليكن ذلك واضحا. فهي بالطبع إشاعات وليست حقائق، ولكن نحن لن نكون قلقين من هذه الآراء. لن نكون فيما يخص سؤال اللاعب المغربي، نحن لن نكون قلقون من هذه، فلن نرد على كل التعليقات التي يقوم بها مئات اللاعبين حول العالم. هذه هي معطيات تاريخية، هو شيء في التاريخ، والتاريخ قد انتهى، التاريخ قد مر قد فات، وما يهمنا هو المباراة التي سوف نلعبها غدا. فكل هذا الحديث لا معنى له. نحن يجب أن ننظر إلى المواصفات التي لدينا والمعطيات التي لدينا في مباراة سوف نلعبها غدا، وإنما إذا نظرنا إلى مباريات التاريخ وإذا نظرنا إلى ما حدث في قبل عام أو قبل أكثر فهذا ليس له معنى. فهو ربما يكون إشارة جيدة أننا حين نكسب يكون فعل جيد، ولكن لا يجب أن ننظر إلى هذه الأشياء التاريخية. هنا روي فيتوريا أنا عجبني الأمانة كلامه، وأولا روي فيتوريا أنا أتمنى انعكاسات شخصيته وانعكاسات سيطرته على أفكاره الفنية، سيبك بقى تختلف من بعض الأحداث اللي حصلت أندية، كل الكلام ده أنا شايف نرميه ورا ظهرنا دلوقتي، ولكن اللي أنا بتكلم فيه روي فيتوريا على مستوى أنه هو مدرب بيقدر يتحكم في أدواته كفريق. مع احترامي نجومية صلاح كبيرة جدا، بس مش سهل ان انت تحس ان المدرب وهو موجود وصلاح موجود، ولكن روي فيتوريا ليه شخصيته، روي فيتوريا ليه حضوره الفني، روي فيتوريا ما تسمعش فكرة اصل طريقة اللعب بتتلعب عشان كذا، اصل خدنا فلان عشان خاطر بتوصية مثلا من لاعب معين، او ان بعض اللعيبة موجودة. انا بقولك فيما يتعلق بالافكار الفنية
انا بشوف ان روي فيتوريا محكم قبضته على افكاره الفنيه. الراجل استدعى التاريخ وده شيء مهم جدا، وفكره ان مصر عندها 7 ألقاب يا جماعه، احنا بنتكلم في شيء لازم ياخد حقه. انت عندك 7 ألقاب، بتتكلم في الجزائر لقبين، في تونس لقب والمغرب لقب، وبتتكلم كمان يعني الجزائر حققت اللقب مرتين، مره على ارضها وتونس المره الوحيده على ارضها، وحتى المره الثانيه اللي الجزائر حققتها كانت في 2019 كانت هنا في مصر. فالمنتخبات العربيه ومنتخبات الشمال الافريقي بتعاني اشد المعاناه في بطولات افريقيا لما بتلعب في افريقيا السمراء، وبتعاني كتير جدا لما تلعب في هذه الدول. فانت عندك امتياز، انت حققت البطوله في اوقات مختلفه في دول مختلفة في تجارب صعبة جدا، كمان قال رغم ان التاريخ ما نقدرش نراهن عليه، ولكن انا بقى بقول لروي فيتوريا شابوه من هنا لبكره. في ايه؟ في التعامل مع فكرة الاخبار اللي طلعت ان انت بتتذمر من شيء في الدولة المنظمة، او ان انت عندك مشكلة في كذا. انا بشوف ان ده شيء في غاية الذكاء، لان قيس يا جماعة ان انت الدولة المستضيفة، قيس ان انت المنظم للحدث. دايما كنا بنشوف نفتكر كده مثلا يقول لك ايه منتخب جنوب افريقيا او منتخب كوت ديفوار هنري ميشيل ده مثلا في 2006 اشتكى من ارضيه كذا، كانت التصريحات دي بتضايقك جدا كدوله منظمه، وبتضايقك جدا كشعب مستضيف، وبتخلي عندك عدائيه شويه تجاه المنتخب اللي بيطلع منه التصريحات دي. فحسنا فعل روي فيتوريا ان هو قال انا ما عنديش اي مشكله، وده كذب، واي حاجه اتقالت ان انا اتكلمت عن التنظيم او الدوله المستضيفه ده انا برفضه تماما. وانا بقول روي فيتوريا في منتهى الذكاء انه يعمل كده، وانت مش محتاج تخلق حاله سلبيه واجواء سلبيه حوالين المنتخب وحوالين الفريق، ومش محتاج تروح مع الدوله المستضيفه والشعب المستضيف لاي حساسيه او لاي كلام سلبي. فانا بقول ان روي فيتوريا كان ذكيا جدا في تصريحه ده. ده جميل جدا، لان فعلا ممكن هنا لو قال اي تصريح مختلف يبقى بيكسب يعني حاله سلبيه من الجماهير الدوله المنظمه. لكن جميل ايضا ان هو لم يتعرض للاعب المغربي اللي تحدث عن المنتخب المصري وقال ان انا مش هرد، ولكن ربما يكون عند مصطفى محمد نجم المنتخب المصري رد. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعقب. رد على سؤالك، انا الحقيقه الصراحه ما سمعتش حاجه وشفت حاجه، بس الحمد لله لو هو فعلا قال كده احنا الحمد لله بالارقام عندنا 7 بطولات وان شاء الله نحقق الثامنه. وهو زي ما انت قلت برضو لو هو قال حاجه زي كده يعني يعمل زينا وياخد بطولات. هو بص عامه ما فيش حاجه اسمها لازم ناخد بطوله، ومش بشكل ضغط. انا قلت اللي احنا هنا جايين، احنا اخفقنا الحظ ما كانش محالفنا في افريقيا وتعال المونديال، عملنا اقصى حاجه عندنا. فانا بقول احنا عايزين نمشي بنفس الخطى اللي هو ناخد كل ماتش بماتشه، نكسب ان شاء الله، نركز. عندنا ماتش بكره لازم مركزين عليه جامد جدا، نكسبه. هنبص الماتش اللي بعده، هناخد كل خطوه بخطوه، بس احنا حلمنا وكل واحد جواه حلم اللي انت نفسك تحقق بطوله. عشان الناس تبقى معانا، هو ليه بيتسال روي فيتوريا وليه بيتسال مصطفى محمد في المؤتمر اللي قبل مباراه موزمبيق بيوم عن فكره لاعب في المنتخب المغربي وفكره ردك عليه ايه؟ الحقيقه نجم المنتخب المغرب عز الدين قناحي، وانا هنا لما هتكلم عنه هتكلم عنه بشكل فردي، لان اعتقد كلنا كنا خلف المنتخب المغربي في كاس العالم، كلنا كنا بنتابع خطواته خطوه خطوه حتى الوصول للمربع الذهبي، وكلنا كنا فخورين جدا وسنظل فخورين بما قدمه المنتخب المغربي. وستظل دائما وابدا العلاقه بيننا وبين اي منتخب عربي يسودها الود والاحترام والتقدير. ربما صدر من عز الدين قناحي تصريح مش في وقته ومش موفق فيه لما استدعى المنتخب المصري وقال ان المنتخب المصري برغم ان هو فايز بالبطوله 7 مرات الا ان هم بيقدموش كوره، ممكن يجيب جول من ضربه ثابته ويبدا تلاقي لعيبته بتوع يمين وشمال ويناموا عليه حتى نهايه المباراه. على ارض الواقع الحقيقه ده مش بيحصل، مش كلامنا يعني. البطوله بتقول ان المنتخب المصري الاكثر وصولا للمباراه النهائيه 9 مرات، المنتخب المغربي مرتين، مره 2004 وخسرها ومره 1976 حقق البطوله. المنتخب المصري اكثر منتخب فاز في البطوله دي 60 فوز. طيب ما بنجيب جون وننام عليه زي ما قال؟ لا، ده المنتخب المصري اكتر منتخب سجل
سجل 168 هدف. طبعا دي احصائيه تحسب لدانيال، يعني راجل متخصص في الاحصائيات الرياضيه وكان عامل احصائيات كويسه جدا فاستعنا بيها، لان الحقيقه انا مش حابب ان انا نروح لسكه ان لاعب في المنتخب المغرب او المنتخب التونسي او حتى المنتخب المصري يتعرض لاي فريق عربي في البطوله. بنتمنى للجميع التوفيق، ولكن لا نقبل بالتاكيد التقليل من شان المنتخب المصري، المنتخب اللي هو الحقيقه بطوله امم افريقيا لما تيجي تتكلم عنها لازم تبقى عامل حسابك كويس قوي ان دايما وابدا المنتخب المصري المرشح الاول للفوز باللقب. غبنا فتره من 2010 ل 2014، لكن غيرنا غايب كتير قوي ومن بعيد قوي ومن اعمار كتيره جدا. حتى افضل مباراه حتى لعبها المنتخب المصري بالجيل الحالي امام المنتخب المغربي بالجيل الحالي في امم افريقيا الماضيه كان هي المباراه الافضل والمنوره للمنتخب المصري في البطوله. يعني ربما بعض المباريات او معظمها وصل لركلات ترجيح. مباراه المغرب ما وصلتش لركلات ترجيح، وقدرت ان انت تعود في النتيجه وان انت تسجل التعادل وترجع بهدف الفوز، وقدمت مباراه جيده جدا ومتميزه جدا. اتمنى يعني تكون التصريح ده تصريح فردي وما نقفش عنده كتير، لكن بما ان تم الطرح ده في المؤتمر الصحفي وتم سؤال روي فيتوريا عنه وتم سؤال مصطفى محمد عنه، فكان لازم ان نفهم الناس هو ليه السؤال ده بيطرح. والحقيقه عجبني اجابه الاثنين، سواء روي فيتوريا اللي تجاهل الامر على الاطلاق، اما مصطفى محمد قال اجابه واضحه وصريحه، مفيش مشكله خالص، اعمل اللي احنا بنعمله وحقق البطوله. في النهايه منتخب مصر هو اللي بيحقق البطوله، فنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري بكره امام منتخب موزمبيق، وتبقى بدايه قويه، بدايه تدي ثقه للاعبين، تبدا تدي كمان مؤشر للفرق والمنتخبات المنافسه ان منتخب مصر وصيف البطوله الماضيه بركلات ترجيح جاي عشان يحاول يحقق البطوله دي، لان هو المرشح الاول لتحقيق البطوله دي. مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل المنتخبات اللي الحقيقه تطورت الفتره الاخيره، ولكن ان شاء الله تكون البطوله من نصيب المنتخب المصري. يعني الامانه يا اسامه انا سعيد جدا بتصريح اناح، يعني انا بالنسبه لي التصريح ما ضايقنيش خالص والله، بالعكس انا كنت سعيد بيه، لان تصريح يا جماعه ليه مؤشرات كتير جدا. انا بالنسبه لي لما هو يشوف كده ويستدعي المنتخب المصري يا جماعه ده حاجه مهمه جدا، لان ده معناه ان المنتخب المصري اللي على قمه التتويجات في امم افريقيا بسبع بطولات هو يستحق هذا الاستدعاء، هو المنافس الأول والمرشح الأول أينما كان في كل بطولة. فأنا دايما لما أروح أتكلم هتكلم عن مين؟ هتكلم عن البطل، هتكلم عن الفريق اللي أنا شايف إنه هو قدر قبل كده يكسبني 2-1، وبعد ما كنا بنقول العقدة المغربية والكلام ده لا، قدر يكسبني 2-1 في مباراة بالمناسبة هي كان فيها 14 محاولة مقابل 16، يعني ليس لها أي علاقة بإضاعة الوقت حتى على مستوى الأداء داخل المباراة. ولكن الأهم بالنسبة لي هو ليه راح لمنتخب مصر، ده شيء جيد جدا، وليه وقف عند منتخب مصر، هو لا يعني ما عندوش التاريخ بتاع منتخب مصر اللي هو مثلا في البطولة دي عمل كذا، هو سبع ألقاب، فبالنسبة له فكرة اختزال ده في إضاعة الوقت والموضوع يعني مش عايز أخده بشكل جدي، لأن القصة أكبر من كده. المهم بالنسبة لي واستدعاء منتخب مصر. الحاجة التانية يا جماعة لو تفتكروا كده احنا كنا دايما نقول إيه كأندية، حتى عندنا مشكلة مع أندية شمال أفريقيا اللي بتضيع وقت طول الوقت. طب أنت بتسمع مشجعي الأهلي، أنا أزعم إن كتير من مشجعي الأهلي حاليا أساسا ما يعرفوش إن النغمة دي كانت سائدة في وقت من الأوقات، ما كناش بنقول غيرها أساسا. طب هل ده بيحصل دلوقتي؟ هل ده بيتقلل دلوقتي لما الأهلي بيقصي الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي والوداد والرجاء؟ هتلاقي الكلام ده تبخر تمام. ليه؟ لأن أنت بقى عندك القدرة الفنية اللي تخليك ما تستدعيش ده. فأنا شايف أن استدعاء أناحي للتشبيه ده والفكرة دي هو يدل أنه هو قلقان جدا من المنتخب المصري. ويا جماعة الموضوع ليس فيه تقليل من أحد، المغرب آخر بطولة أمم أفريقيا حققتها سنة 76، بنتكلم من 48 سنة. فطبعا منتخب مصر أينما حل في أمم أفريقيا هو الذي يتسيد وهو كبير القرن، و لأن هو كبير القارة عنده أساساً أندية تؤهله لده. ولو رحنا للنادي الأهلي، يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت في أن اللي يتسرع مع النادي الأهلي في أي شيء أكيد خاسر. نادي الأهلي بلس 90 في كل شيء، قائمة منتخب مصر بقى فيها 8 لعيبة من النادي الأهلي، كل التوفيق لكل لاعب من أي نادي.
ولكن هنا بنوصل رسالة للبعض اللي اتكلم عن ان منتخب مصر يعني هو عنده أفضلية في على مستوى اللاعبين، وقلنا ان حتى ده مؤشر سلبي لو انت عندك أفضلية بس ما عندكش نتائج جيدة. ده سؤال يوجه ليك انت، ولكن 8 لاعبين من منتخب مصر يا أسامة من النادي الأهلي، ولكن عندنا كمان عدد اكبر في الهجوم. عندنا 11 لاعب، والحقيقة يعني كان في فيديو شهير جدا ما بين اليو ديانج وما بين بيرسي تاو، ابنائنا بقى، ابنائنا في منتخب مالي ومنتخب جنوب افريقيا في المجموعه اللي فيها ابننا ايضا علي معلول ابن النادي الاهلي، تونس ومالي وجنوب افريقيا. ولكن كانت دي اللقطه يعني اللي تم تركيب عليها اصوات الحياه من فيلم الرهينه يا عمده، وكانت لقطه طريفه جدا ما بين اليو ديانج وبيرسي تاو. والحقيقه يعني انا كنت منتظر بقى اشوف علي معلول يجي لهم من اي مكان كده عشان تبقى المجموعه كده واضحه قدامنا، وابناء النادي الاهلي ومحترف النادي الاهلي. ودي برضو نقطه مهمه جدا ومؤشر على فكره اختيارك للمحترفين وجوده اختيارك للمحترفين، بتختار محترفين هم في منتخبات بلادهم اساسيين الحقيقه، اليو ديانج او بيرسي تاو، ولكن هو ده النادي الاهلي. ولانه النادي الاهلي كان لازم يكون بعد مونديال الانديه في تهنئه للنادي الاهلي من الاتحاد الدولي ومن انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بشكل شخصي جدا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. عندنا بنشوف يعني اسم النادي الاهلي لما بيطرح في الاتحاد الدولي بيطرح بالتكريم بالاشاده بالمباركه بالميداليه، واسماء اخرى عندما تطرح داخل الاتحاد الدولي بتطرح بإيقاف القيد بالمشكلات بأزمات بملفات كثيرة جدا مع لاعبين ومدربين. عشان كده النادي الأهلي دايما وأبدا مختلف. عشان كده وانت بتتكلم عن النادي الأهلي دايما بتبقى عارف ان انت تتكلم عن نادي له قيمته ومكانته مش بس المحلية ولا الأفريقية، لا كمان مكانته العالمية. فده النادي الأهلي ودول لاعبي النادي الأهلي، أي حد من حقه ان هو يحاول ان هو يعقد مقارنه ويتصيد جنب النادي الاهلي. ما هو الحقيقه كلمه منافس النادي الاهلي دي كلمه برضو لها ثمنها الحقيقه. ما هو انت لما تتحط اسمك حتى لو مش على ارض الواقع اسمك منافس النادي الاهلي، فانت بتزيد قيمتك التسويقيه، ده واقع بنشوفه. فعشان كده البعض اللي بدا يلعب بفكره اكتر نادي له لاعبين محترفين او له لاعبين في المنتخب المصري، اعتقد كان تسرع وكان سبق الحدث، لان تم اضافه كمان اسم اخر وهو عمر كمال عبد الواحد، اللي طبعا بنقول له مبروك عليك النادي الاهلي، وفي انتظار باذن الله تالقك مع النادي الاهلي. بس الاول عايزين تالق مع المنتخب المصري وتحقيق الميداليه الذهبيه يا فارس. طبعا عايزين ناخد بس يعني طبعا الاول تهنئه انفانتينو، دي اكيد شيء يعني رائع، وكالعادة النادي الأهلي يا جماعة بقى صديق أنفانتينو كده. طبعا دي بقى بطولة استادات، طبعا كانت أسامة في كرة اليد بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد تحت 20 سنة. البطولة ضمت مصر ورومانيا والمجر. أعتقد تنظيم، بما أننا بنتكلم عن أنفانتينو وبنتكلم عن الاحترافية والإشادة باحترافية الأهلي، أكيد كمان يا أسامة محتاجين نقف عند كل ايفنت بيتعمل او كل حدث بيتعمل وكل حاجه انت بتحاول تقدم فيها شكل محترف، شكل يليق بمصر، تبدا توري صوره ان انت قادر تستضيف بطولات، تبدا تدي رساله. وانا بشوف ان عندنا فيما يخص كمان الصالات تحديدا يا اسامه، عندنا بنيه مجهزه ان احنا نروح لحته جيده جدا في استضافه الاحداث الخاصه بالصالات. شفنا قبل كده في كره اليد ايضا للكبار كاس العالم اليد، وكان في ظروف صعبه جدا كورونا والفقاعه، وشفنا قد ايه مصر قدمت يا جماعه رساله عالميه ورساله نموذجيه. النهارده ايضا شركه استادات بتقدم رساله ان احنا قادرين ان احنا نقدم صوره جيده ونستضيف احداث ونكون بنعكس صوره احترافيه وقدرات لدى مصر على استضافه الاحداث المختلفه. طبعا كل الشكر والتحيه لشركه استادات، واكيد كل المباركه لمنتخبنا منتخب مصر لشباب كره اليد اللي توج بالبطوله، ويعني رساله مهمه جدا على مستوى التتويج او على مستوى التنظيم يا اسامه. بنشكر كل القائمين على شركه استادات بالتاكيد طبعا. يعني ده اللي اعتدنا عليه من شركه استادات لما بيكون في تنظيم بطوله او في تنظيم اي حدث بيكون على اعلى مستوى، والجميل في البطوله هو الفوز، والفوز اللي تحقق كده بالطريقه القاضيه يعني في اخر ثانيه في المباراه. المنتخب المصري لكره اليد تحت 20 سنه بيقدر يسجل هدف الحسم
هدف الفوز بالبطولة بعد ما كان التعادل 29-29 وفي آخر ثواني المباراة بيسجل المنتخب المصري. ودي طبعا لقطة كابتن المنتخب مع كأس البطولة. نتمنى إن شاء الله يعني من الفريق ده تحت 20 سنة نلاقي نجوم كبار يعني يخطو خطوات واسعة في عالم الاحتراف. تعرفين المنتخب المصري في كرة اليد له اسم وتاريخه يعني بفضل مجهودات كبيرة جدا 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 كان طبعا بدأها دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وتنظيم بطولة 1993. المنتخب المصري جوهر نبيل وسامح عبد الوارث وأشرف عواض وأيمن صلاح ومجموعة من اللاعبين اللي حولوا هوية منتخب مصر لكرة اليد، فأصبح من وقتها منتخب مصر لكرة اليد موجود دايما وأبدا ضمن السبع العظماء. نتمنى من هذا المنتخب اللي فاز ببطولة استادات الودية على منتخب المجر في هذه المباراة يعني لعبت قبل الحلقة يمكن بساعة فقط لا غير، مبروك ليهم إن شاء الله ونلاقي منهم نجوم يكملوا مسيرة المنتخب المصري، ويا رب في يوم من الأيام نحتفل بكأس العالم للكبار. يعني منظومة الاتحاد المصري لكرة اليد يعني والمنتخبات الوطنية أعتقد قادرة فارس إنها يعني تحقق اللقب ده. أكيد طبعا، وزي ما بتكلم على مستوى كرة اليد دي من اللعبات اللي مصر لها تاريخ رائع فيها، وزي ما قلنا على مستوى التنظيم نتمنى أن تكون البادرة دي نقدر نستفيد ونبني عليها كتير جدا من البطولات اللي نقدر ننظمها، ومصر قادرة على المستوى التنظيمي وشركة ستاد قدمت الرسالة. أنت مستعجل على الصفقات؟ ما تخلينا كده يعني نرجع الأول. الصفقات تاخد حقها يعني الصفقات بتاخد في الوقت في المفاوضات، إنما أنت عمر كمال. طب يعني خلينا ناخد خطاب إنفانتينو الأول، لو خطاب إنفانتينو جاهز ولا نطلع فاصل وبعد الفاصل؟ خلاص نطلع فاصل وبعد الفاصل معانا نتكلم عن الصفقات، نتكلم عن عمر كمال، ونتكلم عن خطاب إنفانتينو واسم النادي الأهلي اللي لما بيذكر في أي مكان بيذكر بالإنجازات بالميداليات بالبطولات. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والأهلي خط أحمر، والأهلي في حتة تانية مش بس خط أحمر. يعني واحنا بنتكلم على تهنئه إنفانتينو ببرونزيه كاس العالم للانديه والاشاده باحترافيه المنظومه، انا هنا قلت لكم جمله واسامه بيتكلم، ادي الخطاب: إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزيه كاس العالم ويشيد باحترافيه منظومه العمل بالاهلي. تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي خطابا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الاهلي على الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه التي جرت فعالياتها بالمملكه العربيه السعوديه خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزه ممثلا للقاره الافريقيه. واضاف ان هذا الفوز جاء نتيجه العمل الشاق والاحترافيه الكامله والاهتمام بالتفاصيل الاداريه والفنيه والطبيه، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب. وتمنى إنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي الأهلي والمنظومة كاملة، وتطلعوا للقاء يجمعهم في وقت قريب. يعني أعتقد الرسالة يا جماعة فيها كثير جدا من اللي أنا كنت بقوله أسامة بيتكلم، وهي فكرة الانطباع يا جماعة، الفيدباك اللي عندك كنادي أهلي أو عند الشخصيات الدولية عن النادي الأهلي اللي انت سايبه في صورة ذهنية موجودة عند الناس بتستدعيه. وأنا بشوف أن النادي الأهلي يا جماعة خطى خطوات أنا بقول أن هي مش واخدة حقها، وإحنا هنا مش قادرين نستغلها في مصر تحديدا وفي كرة القدم، أن إزاي نقدر نسوق لأن عندنا نادي مختلف، نادي قدر يحقق حاجات مستحيله على البعض. وانا بقول ان مشكله النادي الاهلي انه سهل الصعب، يعني يقعد حد كده قاعد في التكييف، بلاش التكييف عشان الجو ساقع، يقعد حد كده قاعد جنب الدفايه وفي احلام كده يعني المساء يقول لك ايه، انت بتروح تجيب برونزيه، ويا جماعه البرونزيه دي انت بتلاقي فرق، مش فرق، انت بتلاقي كل الفرق المصريه ما حدش شارك في كاس العالم للانديه غير النادي الاهلي، فانت من سهلت الصعب، حسست الناس ان المشاركه في كاس العالم للانديه بشكل متتالي والمشاركات المتتاليه، وان انت تشارك اربع مشاركات متتاليه ده شيء سهل، ان انت تسع مشاركات ده شيء سهل، فانت اللي سهلت الصعب، انت اللي اديت الناس ايحاء ان الموضوع سهل. يا جماعه والله الفرق اللي بتروح كده كاس العالم للانديه دي بترجع ببرونزيه وتيجي، وتلاقي الفرق ممكن سنوات بعيدة عن الألقاب القارية. فهنا النادي الأهلي يا جماعة قدر يوصل مفهوم. وحتى أسامة أكلمكم على حاجة أنا دايما مؤمن بيها، وهي فكرة المنافس.
هذا التواجد للنادي الاهلي والزخم استفادت منه الفرق المصريه، استفادت في تصنيف، استفادت في رعايه، وهنا مش تصنيف طبعا بتاع نقاط، احنا بنتكلم ده مجهودك، انما تصنيف انا بلعب في الدوله اللي منها النادي الاهلي بالزبط. زي ما انت يبقى عندك انطباع اسامه مثلا سيد ترجي هو اللي بيعمل كده، فانت يبقى عندك قناعه ان الانديه التونسيه وقدره النادي التونسي اللي تعمل له حساب لان هو في النادي الاهلي المصري، فانت هنا بتتكلم الانطباع ده، النادي الاهلي وصل للناس ان الامور سهله يا اسامه مع انها صعبه ومعقده جدا. بعد فارس قال لك على دوري ابطال افريقيا اللي يعني ما فيش فريق حققه، قال لك ده الاهلي حول البطوله لدوري رمضاني او دوره رمضانيه، فده طبيعه الامر مع النادي الاهلي، عشان كده انا دايما بقول ايه؟ بقول انت تحلم ومهما بلغت من حلم، ده الواقع اللي بيعيشه النادي الاهلي، وده قيمه التواجد داخل النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي، وعشان كده لما بتتكلم عن طموح حقيقي بتتكلم عن النادي الاهلي. لما بتتكلم عن مجد بتتكلم عن النادي الاهلي، لما بتتكلم عن انجازات بتتكلم عن النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي، شعبيه النادي الاهلي، ده مش عشان احنا هنا في قناه النادي الاهلي، ده اي حد عاقل متابع جيد لكره القدم الافريقيه هيقول لك النادي الاهلي، ثم ياتي الاخرون، والاخرون ما يزعلوش، بالعكس ده المفترض يبقوا مبسوطين ان معاهم النادي الاهلي، وزي ما قلت كلمه منافس النادي الاهلي كلمه لها قيمتها التسويقيه، انت بتسوق نفسك ازاي؟ تسوق نفسك ان انت منافس النادي الاهلي. فبينوبك من الحب جانب. لكن للاسف يعني الناس اللي ما بتعترفش بده وبتروح لسكه انها لا انا عايز ابقى زي النادي الاهلي، طب هتبقى زي النادي الاهلي ازاي؟ هتعرف تعمل اللي بيعمله النادي الاهلي؟ الحقيقه ان الخطاب لما يجي من رئيس الاتحاد وبشكل شخصي في بطوله مجمعه متواجد فيها رئيس الاتحاد فيتحدث عن فكره عمل شاق واحترافيه واهتمام بالتفاصيل اداريه وفنيه وطبيه وحب وشغف للعبه كره القدم. ده واحد شاف البعثة، تعامل عن قرب مع النادي الأهلي، مع احترافية النادي الأهلي، فلما بيلاقي ده ويعبر عن ده فأنت تبقى فاهم ليه النادي الأهلي بيصل في نهاية المطاف إن هو، أنا بقى مش هقول لك بيصل للمرة الرابعة التوالي في كأس العالم، فارس ناسي إن إحنا واصلين للمرة الخامسة، يعني إحنا السنة الجاية إن شاء الله صيف السنة الجاية الأهلي موجود ضمن نسخة كأس العالم بشكلها الجديد، الـ 32 فريق، فأنت واصل للخامسة على التوالي. طيب الفرصة اللي هتيجي بعد كده هتبقى في 2029، فيا ترى من يعيش بقى ال 2029 ويبدأ يشوف هل فعلا ممكن في فريق آخر غير النادي الأهلي في مصر يقدر يعيش واقع اسمه كأس العالم للأندية، ولا هو هيكون واقعه إن كأس العالم للأندية بالنسبة له هو مشاهدة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي بس كده؟ لا، ولما يحقق النادي الأهلي بميداليات يبدأ يسخر من فكرة قيمة ميدالية النادي الأهلي. عشان كده لما اتكلمنا قبل الفاصل وفارس انت مستعجل ليه على الصفقات، لا عمر كمال عبد الواحد برغم ان هو لاعب دولي الحقيقه، لكن لازم تقول له وتقول لاي لاعب انضم للنادي الاهلي مبروك عليك الاختيار ده، مبروك عليك تيشرت النادي الاهلي، مبروك عليك ان انت انضميت لنادي القرن في افريقيا، مبروك عليك ان انت حطيت في السي في بتاعك لما تيجي تبطل كوره ان انت لاعب لعبت بتيشرت النادي الاهلي، المفترض تعمل ايه؟ تبذل كل الجهد والعرق عشان يبقى السي في ده مجرد بطولات، انجازات، ميداليات، مشاركات في مونديال انديه، تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا، هي دي يا فارس القيمه، وبالتاكيد ده بيحط ضغط على اي لاعب بيجي النادي الاهلي، عشان كده الكواليتي بتاع لاعب النادي الاهلي مختلف، مش بس الكواليتي في من الناحيه الفنيه، لا ايضا الشخصيه، وده عايز تنجح في النادي الاهلي لازم يكون عندك شخصيه النادي الاهلي. صحيح، وانا عايز اقول ان عمر كمال اكيد احنا سعداء بتواجده في النادي الاهلي، وهو تمسك بالنادي الاهلي وكان حريص ان هو يتواجد مع النادي الاهلي، ده الخبر الرسمي، الاهلي يضم عمر كمال عبد الواحد لمده 3 سنوات ونصف. عايز اقوله ان عمر كمال يعني كان محظوظ جدا ان في المرحله دي من الكارير بتاعه ان هو يحط ان هو كان لاعب في النادي الاهلي، ده مهم جدا ان انت تسيب ان انت كنت لاعبا في النادي الاهلي، دي حاجه مش سهله، وان انت يا جماعه في السن ده وانت 30 سنة طبعا في الكرة تقدر تدي لعدة مواسم، وخصوصا ان النادي الاهلي ادينا شفنا مدة التعاقد كبيرة، ولكن ممكن حد يقول يعني انا فاتتني الفرصة، كنت ممكن انضم للاهلي بدري شوية، ولكن ان انت تصر وتتمسك وسبحان الله مفارقات القدر، يعني عمر كمال كان في وقت من الاوقات ممكن يكون لاعبا في اندية اخرى تانية خالص، ومسيرته كانت تختلف خالص، وضعه كان يختلف خالص، وكان انتقاله للنادي الاهلي يبقى صعب، ولكن
كل شيء أقدار. ولما تبص كده لقصة عمر كمال هتلاقي عمل خير في حياته حاجات بقى. عمر كمال ده أنا قعدت ركزت امبارح كده، أنت يا ابني حدد عيلك. عارف أنت كده حدد عيلك، كان بيلعب في المصري، ففكرة انتقاله للنادي الأهلي مباشرة هي فكرة صعبة. هات بقى من أسيوطي بقى. لا أصل أنت بتتكلم فاهم الانتقال. أنا بتكلم في ظروف انتقال كانت صعبة. بعد كده اللاعب كان وقع للزمالك، تم إيقاف قيد الزمالك، اللاعب ما انتقلش، ثم بعد كده هيروح لفيوتشر وتقدر يتمسك بحلمه وتضمه من فيوتشر في صفقة كانت يعني أعتقد هو ما يصنف بفكرة الوين وين سيتويشن. أنت كسبان ونادي فيوتشر كسبان، طلعت لعيبة سواء كباكا أو رشدان أو زعلوك للإعارات، تقدر تستفيد وتشوفهم تحت عينك في احتكاك قوي مع نادي قوي، وتقدر كمان تستفيد بعمر كمال اللي أنا يا جماعة بقول والله العظيم النادي الأهلي ما دفع فيه جنيه. هي ليه في ناس زعلانة؟ يعني في ليه ناس عمالة تتكلم؟ هو وبعدين أنا مش فاهم هو إيه المطلوب. ناس تقول لك أصل أنت ضميت عمر كمال وسايب تلات لعيبة، تمام. يعني هو دلوقتي اللاعب اللي طلع من عندك وهو ما كانش بيشارك بقى حلو، حلو جدا. كل لاعبتنا في الناشئين أو في الفرق الأقل من الفريق الأول حلو جدا ثقة الناس فيه. ولكن يجي بقى ناس تقول لك إيه، هو معقول الأهلي ما دفعش ولا جنيه؟ طب هو انت تبقى ساذج لو صدقت ان الاهلي ما دفعش ولا جنيه. يقول لك كده يعني اعتقد الامور هو فعلا الصفقه، يعني انا عشان كده اسامه وصفتها بالوين وين سيتويشن. كل الاطراف طلعت كسبانه، يعني كل الشكر لاداره نادي فيوتشر والنادي الاهلي اكيد، لان هم وصلوا لتسويه 6 شهور عند اللاعب، بتطلع لعيبه عندك يا جماعه. بعض اللاعبين الناس فاكره القصه سهله، يقول لك انا استفيد بفلان، صدقني بعض اللاعبين لما بتاخدش فرصه من الفريق الاول يا اسامه بتحبط بالظبط، فبيكون عنده الامكانيات بس ما بيقدرش يواصل ويكون عنده الجلد، يعني يكون عنده التمسك. خير مثال على ده محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم خرج اعاره رجع يعني نجم في ده حقيقي، وقطعت اعارته وفي وقت من الاوقات يا جماعه. انت لو لعيب ومع فيوتشر لو بزغت موهبته او انت شفت ان يعني تفوقه الفني واضح، اكيد تقدر يكون عندك عمليه مدوره مع اللاعبين اخرين. ولكن انا بشوف ان هي صفقه اللي انا شايفه كويس فيها فكره ان انت فعلا قدرت تخرج بالاطراف كلها كسبان. ما عشان كده لازم يعني الحقيقه يعني نتكلم عن الصفقه دي بشكل يعني نديها حقها. ليه نديها حقها؟ لان اللي احنا شفناه في الصفقه دي مش مجرد فكره لعيبه طالعه قصاد لاعب، لا احنا شفنا رقي واحترام متبادل بين إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي فيوتشر كان واضح جدا، ودي نقطة مهمة جدا. لأن البعض أحيانا بيجي فكرة التناول أو التعاون مع النادي الأهلي في صفقة يبدأ يحول اللاعب اللي عنده يعني نجم نجوم قارة أوروبا مش مصري خالص، ويبدأ يطالب بمبالغ مالية كبيرة جدا. لكن اللي قدمه النادي الأهلي مع نادي فيوتشر، وده مش كلام على لسان النادي الأهلي، لا ده كلام على لسان دكتور وليد داعبس الحقيقة، تعامل بمنتهى الرقي والاحترام لما قال النادي الاهلي وقف جنب فيوتشر، واحنا ما ننساش النادي اللي وقف جنب فيوتشر، وعشان كده لازم يكون التعامل بشكل فيه احترام وفيه مصالح للناديين. وهنا ترجع بقى لنقطه الفصل الواضحه جدا وهي رغبه اللاعب. عمر كمال عبد الواحد رغبته الاكيده في الانضمام للنادي الاهلي سهلت الامور على الجميع. الكل بقى عارف رغبه اللاعب، النادي الاهلي عنده رغبه اللاعب، نادي فيوتشر عنده رغبه اللاعب، فتعالى بقى نتفاوض ننهي القصه دي ازاي بشكل يفيد الطرفين. انا هدي لك عمر كمال عبد الواحد اللي في عقده 6 شهور فقط لا غير، وانا كنادي اهلي تعاملت باحترام جدا ان انا كان ممكن وانا عندي رغبه اللاعب اقول له استنى يا عمر انا هنوقع وتنتقل في نهايه الموسم، انت كده كده مش هتبقى معايا في دوري ابطال افريقيا لانك لعبت مع فيوتشر كونفدراليه. لكن هنا الرقي من اداره النادي الاهلي اللي قبله رقي من إدارة نادي فيوتشر. عشان كده الناس اللي بتبدأ تتكلم فكرة إيه؟ هو أنت مصدق إن الأهلي خد عمر كمال عبد الواحد بدون ما يدفع مقابل مالي؟ طب أنا أجيب لك إيه أكتر من دكتور وليد داعبس نفسه رئيس نادي فيوتشر اللي قال الصفقة عبارة عن انتقال 3 لاعبين للإعارة مقابل عمر كمال عبد الواحد. نجيب لك مين؟ يعني نجيب لك مين يصدق؟ البيان على من دعا. أنت لو لقيت في الاتحاد المصري لكرة القدم في مقابل اطلع قوله. باختصار شديد جدا يعني، لكن انت ممكن تكون مش قادر تستوعب ان في احترام تم في الصفقه دي وفي مصالح متبادله. النادي الاهلي حافظ على اللاعب لنادي فيوتشر وما لعبش في دماغ اللاعب ان هو يجي بعد 6 شهور، عشان البعض اللي بيطلع يقول لك اصل مش عارف لاعب راح فين، ده اصل ده كوبري ده لاعب، لا ده لاعب بقى جاهز اهو رغبته للنادي الاهلي وعادي جدا واستناه الست شهور دول وهو مش هيجي يشارك في دوري ابطال افريقيا. لكن في احترام
في التعامل مع الأندية، وهو ده عهد النادي الأهلي في تعامله. لا في لاعب بيلوي دراع نادي عشان ينتقل للنادي الأهلي، ولا في لاعب بيعمل حركات مع مدرب بتاعه عشان ينتقل للنادي الأهلي، ولا الكلام اللي احنا بنشوفه مع أندية أخرى وبيمر مرور الكرام. لكن عند النادي الأهلي تيجي أي صفقة تحصل مشكلات ويبدأ الكلام. مبروك تاني لعمر كمال عبد الواحد، شكرا طبعا لإدارة النادي الأهلي في إنهاء الصفقة وإدارة التعاقدات في النادي الأهلي، شكرا طبعا لإدارة فيوتشر التعامل بروكي واحترام، وأيضا إدارة التعاقدات في نادي فيوتشر. كل اللي باقي نتمنى التوفيق لعمر كمال عبد الواحد مع النادي الأهلي، وأيضا لاعبينا المعارين نتمنى لهم التوفيق مع نادي فيوتشر، ويكونوا حاطين في اعتباراتهم نقطة مهمة جدا، إن أنت تألقك واجتهادك هيرجعك النادي الأهلي ربما يكون مبكرا، فاحرص على الفرصة دي وحاول تثبت ان انت جدير بالعودة للنادي الأهلي من الباب الكبير اللي هو ايه؟ مثال واضح جدا محمد عبد المنعم رجع للنادي الأهلي بيلعب بفارس بشكل أساسي مع النادي الأهلي من وقتها، ربنا يحفظه ويحميه. ده حقيقي، ولكن كمان مهم يا جماعة تسأل نفسك سؤال لما بتشوف النوعية دي من العلاقات السوية بين الأندية. محدش بيقول لك هو أسامة قال حاجة فكرة إن ممكن تستنى ست شهور، بس كمان النادي ممكن يستغل الست شهور دول إن هو يبدأ يستفيد من اللاعب ولو بمبلغ قليل، بس أنا عندي أفضلية إن أنا أوجه عقد اللاعب. فكان الموضوع فيه أمور كتير جدا، ولكن ليه القصة خرجت كده؟ لأن في حرص فعلا من الناديين. في حاجة هنا مهمة، لما تشوف فيوتشر بيحقق لقب، لما تيجي تلاقي فريق زي سيراميكا بيحقق نجاحات أيضا مشهودة، ويجي مثلا تصريح من سيراميكا احنا كنا زعلانين وقلنا ده مؤشر سلبي، لان اداره نادي سيراميكا من الناس اللي كان في تبادل وما زال وعلاقتهم بالنادي الاهلي جيده جدا، وسواء في اللاعبين ولهم افضليه، وشفنا التعامل في صفقات قبل كده كان في فكره ايضا فكره المكسب للطرفين. وتيجي تشوف بعض الانديه اللي انفقت مليارات واللي عملت انتدابات تاريخية وخيالية ومدربين وعملوا كل حاجة في كرة القدم عشان ينجحوا ما بينجحوش. هل الأهلي له علاقة؟ آه له علاقة. هل جمهور الأهلي له علاقة؟ آه له علاقة. إزاي؟ أديك أنت أهو اعتراف في قناة النادي الأهلي إن النادي الأهلي له علاقة بإن فلان ما بياخدش بطولات. لا، عارف إيه العلاقة؟ إن العلاقة السوية بالنادي الأهلي، وسواء التواجد مع سيراميكا من مسؤولين مش قصة أهلوية وزملكاوية، قصة مسؤولين يعرفوا قيمة النادي الأهلي. التواجد دلوقتي مع مجموعة فيها طبعا أكيد الأستاذ وليد دعبس، أكيد الكابتن علاء ميهوب، أكيد هيثم عرابي، لما تيجي تلاقي ناس هي عارفة إيه النادي الأهلي. طب هنا المؤشر إيه؟ إن العلاقة ناس عارفة قدر وقيمة النادي الأهلي. فتلاقي مفيش ضغوط يا أسامة. هي دي بقى الحتة. إنما أنت لما تحط نفسك في ضغوط ان انت النادي اللي جيت عشان تزيح وتعمل وتخبط وتكسر، بالراحة على نفسك. انت داخل مع الفتوة مش بتاع الشارع ولا المنطقة، ده الفتوة بتاع القارة. فلازم تاخد نفسك وتحترم الفريق اللي قدامك وتديله هيبته وتديله قدره وتعرف تاريخه. ولما تبقى يا ابن من ابناء النادي الاهلي او حد لبس تيشرت النادي الاهلي او حد عارف ايه الاهلي، تستغل ده في ان يا جماعة ده انا عارف النادي الاهلي، ده احنا نستفيد من النادي الاهلي، مش ان انا حارب النادي الاهلي. وده الفرق. اسألوا وشوفوا المعادلة وبصوا على الصورة من بعيد، هتعرفوا ان علاقتك بالنادي الاهلي تفرق كتير جدا في الحتة اللي انت ممكن توصل لها. حتى مش العلاقة بس يا فارس، هو الفكرة كلها ان الاندية اللي انت ذكرتها سواء سيراميكا او فيوتشر اشتغلوا على نفسها. الاندية اللي فشلت مع كم المليارات دي اشتغلت على النادي الاهلي. فهي الفكرة باختصار شديد هي معادلة واضحة. اشتغل على نفسك هتنجح. أيًا كان نجاحك ده ممكن يتأخر شوية أو ما يتأخرش، لكن هتنجح. ليه؟ لأن أنت شغال على نفسك. لكن تشتغل على النادي الأهلي صدقني مش هتشوف نجاح، لسبب بسيط جدًا، أنت باصص لفوق. عمرك شفت حد يقدر يمشي في طريقه ويوصل وهو باصص لفوق؟ أكيد هيتكعبل وهيقع. ركز في طريقك، اشتغل على نفسك أو حاول إن أنت تشتغل على نفسك، لأن صعب جدًا إنك تشتغل على النادي الأهلي، لأن صعب صعب على مدار التاريخ. يعني مر النادي الأهلي بظروف صعبة جدًا على كل المستويات. كان دايما وابدا نهايه الرحله هي البطوله، نهايه الرحله هو النادي الاهلي رقم واحد، فحاول ان انت تشتغل على نفسك. وفي واحد جه عشان قرر يبقى في النادي رقم واحد، وهو وسام ابو علي. صفقه يعني انا بشوف ان فيها من الامور كتير اللي احنا محتاجين نتوسم فيها خير. انا عايز اقول
ان الفكره ان انت قدرت دلوقتي تحصل على لاعب يقيد محليا وتحافظ على عدد الاجانب اللي هو يسمح لك تدي مودست فرصه لنهايه الموسم، ويسمح لك ان حتى بعد نهايه الموسم لو مودست عايز يخرج ما تضطرش تخسر حد اجنبي غيره، او يبقى التحرك بس في الاطار ده عشان تحل مشكله المهاجم، انت اديت نفسك حلول جيده جدا، قدرت ان انت توفر بدائل في المركز، قدرت سريعا تنهي الامور، وده شيء جيد وشيء يحسب اكيد للنادي الاهلي. ولكن في امر كمان، البعض وصل بالعبث والسطحية وضيق الأفق، وخليني يعني أحاول أكون مؤدب، إن هو يقول النادي الأهلي أتى بلاعب فلسطيني عشان يعني أنا جبت لاعب فلسطيني. يعني إذا تحدثنا عن تاريخ النادي الأهلي مع اللاعبين الفلسطينيين فده تاريخ، يعني مش عايز بقى أقول من أول يعني العظيم مروان كنفاني لحد رمزي صالح مرورا بلاعبين اخرين، لكن اللي عايز اتكلم فيه النادي الاهلي منظومه محترفه. انا مش عايز ارد عليك بقول لك اصل احنا جبنا فلسطينيين قبل كده، لا، النادي الاهلي منظومه محترفه، النادي الاهلي جايب لاعب قيمته السوقيه تتجاوز المليون يورو، النادي الاهلي جايب لاعب ارقامه التهديفيه جيده جدا، النادي الاهلي جايب موهبه يقدر يراهن عليها، النادي الاهلي جايب لاعب بيلعب في اوروبا. فالنادي الاهلي ما جاش جاب لاعب من احد الانديه الفلسطينيه المتواضعه يقول له تعالى عشان انا اكرمك واحط فكره ان انا جبت لاعب فلسطيني، اي عبث البعض يتحدث بيه. نادي الاهلي المنظومه المحترفه اللي لسه كنا بنتكلم انا واسامه من شويه في حته اشاده انفانتينو باحترافيه المنظومه، حد يقول لك المنظومه المحترفه دي جابت لاعب عشان، ويا اخي هو انت عندك من حمره الخجل ولا من الدم اللي يخليك حتى تحاول تلعب شيء يتعلق بالأهواء الجماهيرية فيما يتعلق بقضية لاعب فلسطيني؟ هو مفيش حياء للدرجة دي؟ هو في وش مكشوف للدرجة دي؟ هو المزايدة رخيصة للدرجة دي؟ يا أخي ده أنت حط احتمال واحد في المليار مش موجود. حتى طالع تزايد في القضية الفلسطينية وفي النادي الأهلي اللي دوره في القضية الفلسطينية يعني دور رائد يتماشى مع دورنا، وهو دايما بيتماشى مع فكرة الأهداف الوطنية لمصر. يعني حسيت الموضوع فيه عبث يا أسامة، أكيد عندك تعليق عليه قبل حتى ما نروح للفيديوهات، لأن أكيد أنت شفت الكلام ده. شفت وخرج، خلي بالك شوية مش فلسطيني، أكيد عندك برضو كلام عليها. طلع يعني قال لك أنتوا جايبين لاعب دنماركي وبيتكلم دنماركي وبيتكلم وما يعرفش حاجة عن فلسطين. أنا مش قادر أستوعب، وده برضو فكرة أن أنت مش قادر تشتغل على نفسك، انت شاغل بالك بالنادي الاهلي. انا عايزك تفضل شاغل بالك بالنادي الاهلي، لان الحقيقه ده ممكن يكون افضل انجاز انت بتحققه. الحقيقه مفيش انجازات بتتحقق، فيبقى الانجاز ايه؟ ان انا اشغل بالي بنادي زي النادي الاهلي. لكن ان انت تروح بقى لسكه ان دي متاجره بالقضيه ومش متاجره بالقضيه، انت شفت قد ايه الانطباعات اللي وصلت بقى من الشعب الفلسطيني اللي هم اصحاب بقى القضيه، اللي هم لهم الحق ان هم يتكلموا في هذه القضيه. شفت الانطباعات اللي وصلت من خلال الشعب الفلسطيني، في بما انك بتشوف تعليقات وبما انك بتتابع ردود افعال الشعب الفلسطيني في عز الالم وفي عز المعاناه، في ضوء امل، في حاجه بالنسبه لهم للنادي اللي هو والله اكتر من نادي عندهم باعترافاتهم بكلامهم اللي الحقيقه بيبسطنا جدا، ونتمنى يكون جزء بسيط من تخفيف المعاناه فقط لا غير، ان يكون النادي الاهلي ده دي مسؤوليه النادي الاهلي الحقيقه، ومسؤوليه كل فرد بيعمل في منظومه النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي قايم بالدور ده، ودايما بقولها من قبل 48، ودور المسؤولين وكل فرد في منظومه النادي الاهلي واضح جدا دعمه للقضيه الفلسطينيه، وبنتشرف بده وبنفتخر بده الحقيقه. من قبل 48، من ايام نجوم القاهره والمباريات الشهيره اللي البعض برضه حاول ان هو يفسد كل شيء جميل كعادته. هو اعتاده على كده، هي جينات بتتوارث. تعالى نفسد كل ما هو جميل. طب ايه هو كل ما هو جميل في الرياضه المصريه؟ هو النادي الاهلي. ما قول لي انت في ايه تاني في الرياضه المصريه، ودايما بقولها، على مستوى الانديه النادي الاهلي، على مستوى اللاعبين بره محمد صلاح. يعني هما دول اللي عاملين شكل الرياضه المصريه. فطبعا كان كلام عبثي جدا عن فكره اللاعب، اعتقد هيكون في رد من الجانب الفلسطيني عن فكره تعاقد النادي الاهلي مع اللاعب، اللاعب اللي ممكن نستعرض ارقامه عشان تبقى فاهمه الناس ان احنا جايبين لاعب له ارقام، جايبين لاعب محتاجينه بالفعل
بعد بحث. ما ليه ما رحناش جبنا اي لاعب فلسطيني في اي مركز وخلاص؟ لا، لاعب الحقيقه له 177 مباراه، مسجل 74 هدف. ايوه سامع. مسجل 74 هدف ومساهم في 14 هدف، يعني ده رقم جيد جدا، يعني يناسب احتياجات النادي الاهلي. نتمنى له التوفيق، لان في النهايه انت بتجيب الصفقه تبعا لاحتياجاتك الفنيه. الامر بيتوقف بعد كده على الملعب، على الانسجام مع زملائه، على التوفيق من عدمه، لان اي صفقه يعني شفنا صفقات كتير بتكون احتمالات نجاحها كبيره جدا، ولكن بيبقى في بعض الاوقات غير موفق، وصفقه تانية تبقى شايف ان هي ممكن تيجي تاخد وقت على ما تدخل الفريق، فتلاقي من اول يوم الترس شغال. وعندنا مثال في مروان عطيه، فنتمنى ان شاء الله وسام يبقى الترس شغال بما اننا جايبينه في يناير، وتبقى صفقه يناير مع عمر كمال عبد الواحد اللي ينزل على طول يقدم يعني اوراق اعتماده، ويحاول مع كل هدف مع كل انجاز يحققه مع النادي الاهلي يرفع يعني بعض من الام الشعب المناضل، شعب الفلسطيني، شعب العام، بل شعب كل عام. ان شاء الله باذن الله يكون وسام فارس يعني يحاول يدخل البهجة على قلوب. انا عارف ان اي لاعب اهلاوي هيسجل او يحقق حاجه دي ممكن ترفع بعض الالام عنهم، ولكن في النهايه برضه لما يكون لاعب طبعًا. يعني ابن بلدك ده موضوع طبعًا. مختلف تماما طبعا. وشفنا ايام وجود رمزي صالح كان دايما يحكي قد ايه يعني الشغف اللي موجود بالاصل يا جماعه. وانا بيجي لي رسائل كتير جدا من اهلنا في فلسطين دايما يتكلموا في فكره ان احنا يا جماعه عندنا يعني مشاهدات وشغف النادي الاهلي، انتوا بتتعاملوا ان احنا يعني دولة فيها ناس بتحب الأهلي. القصة مش كده، احنا زيك يعني. انت يعني دايما الناس تكلمني انتوا مش واصلاكوا قوي، يعني بنحسها في الكلام اللي هو مثلا زي ما تيجوا تقولوا والله تونس بيتكلموا حلوة عن النادي الأهلي زي ما انتوا بتجيبوا في والله يا أسامة كان لسه حد بيناقشني في الفكرة دي. بس هو في خلط بسيط، انتوا مثلا تقولوا احيانا الناس في تونس بتشيد بالأهلي وبعدين تقول الناس في فلسطين بتحب الأهلي. القصة مش كده يعني، احنا عايشين معاكم الاهلي بالظبط. التعامل بتاعك قياسي ان احنا بالزبط. ناس من دوله تانية هي بتشيد بالاهلي. يا عم احنا اهلاويه زيك، ما تقولش ان انا بشيد بالاهلي وكانه استثناء. فده كان شيء رائع يعني. وحتى يعني فكره ان النادي الاهلي يستخرج جواز سفر للاعب كنوع من انواع ان انت بتحاول كل الوثائق، فيجي يقول لك اهو، قال لك اهو استخرجوا له جواز سفر، يعني ما كانش معاه. على فكره يا جماعه كام مليون واحد في مصر ما معهوش جواز سفر؟ يعني الموضوع مضحك جدا، كام مليون واحد مصري ما معهوش جواز سفر؟ هل هو مش بس مصري؟ بس ده شيء ايجابي، انا بشوف ان ده شيء جداً. ايجابي، وواضح ان هم حاطين احتمالات نجاح كبيره للاعب، وباذن الله اللاعب يعني يقدم اوراق اعتماده. نشوف بقى ايه. طيب. برضه حاجه رائعه الحقيقه يعني اكيد من المركز الاعلامي على مستوى يعني صفقات كتير طبعًا. فاتت الحقيقه اكيد يعني زي ما بنتكلم على المركز الاعلامي النادي الاهلي وتقديم الصفقات، انت بتشوف احترافيه يا جماعه. انا بشوف ان هي سفر عن اي حاجه تانية في الرياضه وفي تقديم صفقات فيما يخص مصر او افريقيا حتى. فكره، رؤيه، حاجات كتيره جدا. قبل ما نتكلم عليها نشوف الفيديو عشان نعرف نقول لكم فين الفكره وفين الرؤيه. على هذه الارض ما يستحق الحياه. اخوتي واخواتي الكرام يعطيكم العافيه. الحياة لم ولن تتوقف هنا. من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا. نتمنى أن يكون خير ممثل لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق. من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادي الأهلي المصري، كل التحية. خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي. خيال رائع وجميل ورسالة واضحة، تفاصيلها واضحة لأي حد يعي القدر القليل عن القضية الفلسطينية. كلمات الشاعر الفلسطيني الرائع والكبير محمود درويش بتدخل على أنغام على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وبتدخل تسمع بعد كده تشوف فكرة
الواقي الخاص بالصحفيين اللي كتير منهم فقد حياتهم وحياة أبنائهم عشان خاطر يوصلوا رسالة القضية، عشان خاطر يوصلوا الصورة، عشان خاطر يخلوك تشوف المشهد، عشان خاطر العالم يتضامن والشوارع تبدأ تغير فكرها، وملايين البشر عبر العالم عرفوا القضية الفلسطينية من خلال هؤلاء الصحفيين اللي النادي الأهلي حب يكرمهم ويوصل رسالة. وهو بيقول خلي المعنويات عالية زي ما قالت الصحفية الراحلة شيرين أبو عقلة، كمية مزيج ما بين المشاعر والرسائل الضمنية المبطنة هي بتوصل رسالة كبيرة جدا. وكمان الصحفي أنس النجار اللي كنا استعرضناه قبل كده كلامه عن النادي الأهلي ومشاهدته لمباراة السوبر، إزاي أنت قدرت تخليه يتكلم وهو اللي يقدم الصفقة؟ فأنا رأيي في التقديم الأعظم في تاريخ النادي الأهلي لأي صفقة. ولكن عايز أقف عند حتة يعني دي يفهمها كده اللي بيحب يدقق شوية. أنس النجار وهو بيتكلم يا جماعة ما اتكلمش بضمير المخاطب، ما اتكلمش ان انتوا تفرحوا بيه ويحقق انجازات في ناديكم الاهلي او في النادي الاهلي، او يبدا يتكلم ان هو بيخاطبك انت كاهلاوي وهو كفلسطيني او هو كصحفي. لا 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 لا، ده كان بيقول لنا اهلينا نادينا. هنا الراجل بيتكلم وهو بيقدم الصفقة كواحد منك، ودي الرسالة اللي أنا كنت اتكلمت فيها من شوية. احنا مش ناس بتشجع الأهلي، دي رسالة أهل فلسطين، احنا ناس أهلوية كأننا زينا زيك مصري. ده حقيقي، والحقيقة يعني إبداع في الاختيار، الفكرة، كل شيء الحقيقة يتعامل بشكل مميز جدا. بتفق مع فارس، ويمكن اعتقد جماهير او كل جماهير النادي الاهلي بتتفق ان ده اعظم تقديم لاي صفقه حصلت في تاريخ النادي الاهلي. يمكن كنا عندنا اعجاب جدا بفكره ابن بطوطه ورضا سليم واللاعب المغربي ثم مودست والشاي وتقليبه الشاي والاجواء والاغاني المصريه الخالصه الاصيله، ولكن كل ده وطبعا الشبح يعني امام عاشور ودخوله ارض الملعب في مباراه اهلي وزمالك، او يعني تشبيه ان هو دخل ارض الملعب اهلي وزمالك واختيار مختلف، كل دي كانت افكار وعملت تفاعلات كبيره جدا. ولكن وسام بو علي فكره يعني عبقريه، فكره نالت استحسان يعني جماهير النادي الاهلي، عملت مشاهدات تخطت 12 مليون مشاهده على منصات الاهلي الرسميه في اول 18 ساعه، وده رقم كبير جدا الحقيقه. اتمنى ان وسام يكون على قدر الحدث، وان شاء الله يكون موفق ويقدم يعني اوراق اعتماده زي ما بقول مع النادي الاهلي، ويكون مشاركه اصيله في تحقيق النادي الاهلي للبطولات. عشان انس النجار وغير انس النجار ووائل الدحدوح وكل الصحفيين المتميزين اللي يعني بيبذلوا كل غالي ونفيس الحقيقه في سبيل توصيل القضيه لاعلام غربي كان يرى من زاويه واحده فقط لا غير، فالناس دي بتضحي بحياتها من اجل ان الصوره تصل حقيقيه الحقيقه. فالنادي الاهلي اختار احدهم وهو انس النجار. تعالوا شوفوا انس بقى النجار وهو بيتكلم عن فكره تقديمه للفيديو، عشان البعض اللي بيحاول يعني يتحدث بسطحيه وسذاجه عن فكره تقديم اللاعب يشوف اصلا مدى الاثار الايجابيه النفسيه على مناضل فلسطيني اسمه انس النجار. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. شوف، هو خلينا نحكي في الاول عن كواليس هذا الفيديو. نعم. اللي هو مشاهدتنا لمباراه الاهلي مع مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري. احنا كان يعني كصحفيين او كاهالي قطاع غزه بشكل عام كان في عندنا ضغط كبير. في احنا في حاله حرب يعني مضغوطين بشكل كبير. نعم. فخلال الضغط هذا والظلم الواقع علينا والماساه اللي بنعيشها كان لابد انه احنا نبحث عن فسحه امل. صحيح. يعني شويه فرحه ممكن نعيشها. كنت متاكد انه ممكن النادي الاهلي يمنحنا هذه الفرحه من خلال فوز وتتويج بالبطوله. نعم. رغم انها فرحه قليله مقارنه بحجم الالم. طبعا هو خروج، بس خروج من الاجواء الصعبه يعني، مش ولكن فرحه معنى هي فرحه يعني. اول بالضبط. نعم. بالضبط. تمام. نعم. هو هذا الكلام. هي خروج من الاجواء العصيبه اللي احنا نعيشها. قول لي ايضا، اتفضل. مشاهدتنا لمباريات الاهلي بالتحديد او الانديه المصريه بشكل عام، هو الدعم اللي بنشوفه خلال هذه المباريات. نعم. احتفالات اللاعبين او اعلام فلسطين اللي بترفق بين الجمهور. فهذا بيعطينا دافع كبير وبيحكي لنا انه العالم مش نسيكم، كل العالم واقف معنا. صحيح صحيح.
أنس، يعني قول لي كواليس مشاركتك في تقديم أسامة أبو علي، مين اللي تواصل معاك؟ جت ازاي؟ الكلام ده أنت اللي كنت مرتبه وحد قال لك عليه؟ لأنها كانت مفاجأة جميلة، وظهور وسام بالعلم الفلسطيني بالشكل ده ورسالة للعالم أجمع الأهلي بعد أن قدم أكثر من قافلة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق، الأهلي بعد أن يعني أصدر عدة بيانات لمساندة فلسطين وغزة وأهلنا، يعني أعتقد اللفتة دي كمان كانت أكثر من رائعة، خاصة أنها من قلب غزة وعلى لسان وصوت وصورة واحد زي حضرتك إعلامي محترم. نعم، هو اللي صار من بعد ما انتشر الفيديو وإحنا بنشاهد في نهاء السوبر، فأنا اللي بعتقده يعني أنه نعم. الأهل شاف أنه في صحف فلسطيني مش نسيت وسط الحرب والقهر اللي بعيشه، فهو كمان ما نسي الصحف نفسه. نعم، فكان يعني وسام شرف لي انه انا قدمت هذه الصفقه، ويمكن بعتبره من اكبر الانجازات اللي عملتها في حياتي انه انا قدمت صفقه اللاعب وسام. جت ازاي يا انس؟ يعني تواصلوا معك ازاي؟ مين تواصل معك؟ تواصل معي المركز الاعلامي للنادي الاهلي. نعم، جروب المركز الاعلامي، وضع السكريبت والنص الخاص للتقديم. نعم، بدات الفكره و نفذنا والحمد لله يعني طلع شيء ناجح كثير. لحظه كده، وقف معايا عشان الكلمات اللي اتقالت من المناضل الفلسطيني بترد على اي سطحيه او سذاجه. لا، ده مش كده وبس، ده بتخليك متاكد لما يتقال لك ارفع راسك فوق انت اهلاوي، ترفع راسك انت اهلاوي. الكلام اللي اتقال ده الحقيقه اعتقد النادي الاهلي محتاج يركز عليه طول الوقت طول الوقت، لان ده بيؤكد الكلام اللي احنا بنقوله ان هو مش مجرد نادي، ده مش مجرد نادي. خليني اقول لك ان انس بيتكلم عن ان النادي الاهلي شاف صحفي مش نسيه، فهو كمان قال له واحنا كمان مش ناسيينك. فكره رد الجميل، فكره ان انت شايف قوي المخلصين ليك، وهو في عز الحرب وفي عز الالام وفي عز النضال محتاج يتابع مباراتك انت. طب بيتكلم عن فوز النادي الاهلي يقول لك ايه؟ بيفرحنا. يمكن الفرحه يعني مش هي الفرحه الكبيره بسبب الالام اللي احنا عايشينها، لكن بيخفف عننا الالام. انت متخيل انت بتتكلم في القضيه الفلسطينيه وبتتكلم ان القصه في كوره ورياضه ولاعب بيسجل هدف ولاعب بيصنع بطوله على ارض الملعب بيسعد الابطال الحقيقيين بقى اللي عايشين القضيه بجد، بيرفع وبيخفف عن الامهم. انت متخيل انت واصل لايه؟ انت متخيل ده بيحملك مسؤوليه قد ايه كلاعب في النادي الاهلي؟ انت متخيل هم مركزين قد ايه في التفاصيل؟ لما يقول لك احتفالات اللاعبين، فكابتن شوبير بيقول له، فيقول له اتفضل، يقول له احتفالات اللاعبين وظهور العلم الفلسطيني واحتفالات زي حسين الشحات يعني قلاده فلسطينيه، ده ما تعرفش بيساعدنا قد ايه وبيفرحنا قد ايه. فيجي جنب بعض يقول لك يعني هو البوست بتاعك ولا التويته بتاعتك ولا الكلمتين بتوعك هم دول اللي هيحرروا الاقصى؟ يا سيدي شوف رد فعلهم على الناس، شوف مدى رفع معنوياتهم للناس دي. الناس دي هي اكتر حد يقدر يتكلم عن معاناته، هو اللي عايش المعاناه مش انت، هو اللي عايش القضيه مش انت، هو اللي كل يوم بيشوف الموت مش انت. فلما يجي يتكلم لازم تسكت، لازم تلتزم الصمت. الحقيقه مع كل الانجازات اللي بيقدمها انس وغير انس وكل الصحفيين الشرفاء والمناضلين الشرفاء في فلسطين، فتخيل يجي جمله انت لازم تقف عندها، مش هتلاقي تعبير اعلى من انك تقول بس الجمله. لما يقول لك تقديمي لصفقه وسام ابو علي للنادي الاهلي هو من اعظم الاشياء اللي عملتها في حياتي، انت مدرك الجمله؟ مدرك مناضل فلسطيني شايل كفنه على ايديه عشان ينقل قضيه بلده عن طريق الاعلام، عن طريق مايك، عن طريق كاميرا، عن طريق اي وسيله صحفيه او اعلاميه، بيقول لك تقديمي للاعب انضم للنادي الاهلي هو اعظم شيء او من اعظم الاشياء اللي عملتها في حياتي. متهيألي الجمله دي مش محتاجه اي تعليق، لان اي تعليق عليها اعتقد هيكون اقل بكتير جدا 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 من صداها. انا هسيبكم مع الجمله دي وهنطلع فاصل، ولكن بشكر جدا 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 انس النجار على كلماته دي، وكل التحيه والتقدير لكل الشعب الفلسطيني، وزي ما قلت شعب العام وشعب كل عام. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر وفقراتنا متواصله معاكم،
وكالعادة، ولكن برضو مش عايزين نبعد عن الأحداث. المنتخب الإيفواري في مباراة الافتتاح قدر يسجل أول أهدافه، وأعتقد كوت ديفوار من الفرق المرشحة جدا للبطولة بحكم الفريق اللي بتمتلكه، بحكم كمان اللعب على الأرض. صدقني يا أسامة، دي بطولة بالذات لو أنت عندك صاحب الأرض منتخب عنده قدرة هتلاقيه قريب جدا من لقب. يعني حصلت مع مصر، حصلت مع تونس، حصلت مع الجزائر، حصلت مع كتير جدا من الدول. يعني البطولة دي، بس صدقني الجميل في الموضوع ان احنا لما بنقابل صاحب الارض بنتفوق عليه. لا هو احنا مصر، بص انا عايز اقول حاجة، مصر يعني شوفها كده، حتى لو خرجنا يعني جنوب افريقيا كسبناه في 96 وما كملناش، بس كسبناه. ده هي وجات هي طلعتنا على ارضنا في 2019. ليه بقى كده يا عم؟ انت كنت انت صاحب الارض، انت حتى لا انا ما بتكلمش عن صاحب الارض، لما هو يبقى صاحب الارض ما تحطنيش في مناطق تانية مختلفة. لا انا بشوف ان والله فعلا متفائل جدا للمنتخب، بس اتمنى ان احنا مران الاهلي. طيب حلو جدا ان احنا نقدر ناخد ما يخص مران النادي الاهلي في بعض اللقطات المهمه طبعاً جدا. يعني الجماهير وحشها بالتاكيد انها تشوف مران النادي الاهلي، جماهير وحشها انها تشوف لاعبي النادي الاهلي التتش بقى، وده احمد عبد القادر في 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 ظهور ليه بقى بعد العوده للتدريبات، كان تعرض لاصابه كده يعني حرمته من المشاركه في المونديال. يعني خلاص هو لا، بس عجبني الحاله يعني اللي هو فيها. وطبعا يعني شفنا محمد شريف كان حضر تدريبات الناس، قالت لك رسمي في الوكره الامس يا فارس من شهرين. والله ما انت عارف بقى، طب ما الناس بتدرب مع الاهلي ازاي؟ لا طب ما الناس قالت لك محمد شريف في الزمالك من بدايه طب انا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الحاجات دي، شفت كتير جدا من الناس اللي كانت بتقول لك عمر كمال رسميا في النادي الاهلي، عمر كمال انتهت. الكلام ده من شهر ونص، يقول لك انا من شهر ومن اسبوعين ومن ثلاث اسابيع قايل لك صفقه عمر كمال خلصت. وعمر كمال اهلاوي، الفكره ان هو بيراهن على ان كل الناس كانت قايله كده كده الصفقه هتخلص. بس وقت ما انت كنت بتقول الخبر كنت بتكلم الناس في فيوتشر يقول لك فارس مفيش حاجه لحد دلوقتي تمت، وفي مفاوضات على لعيبه، بدليل ان صلاح محسن كان جزء من الصفقه وتم مبادلته بلاعبين اخرين. الناس في النادي الاهلي الى الان مفيش حاجه ولسه في مفاوضات. فلما بقى الصفقه تخلص وكلنا عارفين ان هي كانت هتخلص، يقول لك طب ما انا قايل لكم تمت وقتها ما عجبكوش الكلام. القصه دي تحس ان يعني عارف عارف ده، حتى في دي فيها كان في دكتور وليد دعبس يعني اللي هو رئيس نادي يا راجل، ده طلع على فيهم دكتور وليد دعبس بيقول لك هي خلصانه، بس بيقول هو بيقول كده بالظبط. فاللي هي كله كان عارف ان الصفقه هتنتهي، بس هتنتهي باي شكل طبعا. هنا ده تاني ظهور، لا ممكن اول ظهور في برنامجنا. ماشي، ما احنا بنتكلم بالبرنامج قفشه طبعا كالعاده. يلا بقى شويه اسيستات كده، بس يلعب قفشه الاول. فيعني طبعا يعني نتمنى والله فكره ان هو فعلا يكون موفق، لان النادي الاهلي بالفعل كان محتاج مهاجم دنماركي. قال لك اصل هو ما بيتكلمش عربي وبقاله ربع ساعه بيرغي مع قفشه. ما يمكن قفشه هو اللي بيتكلم. لا انا ايا كان اللغه الاثنين بيتكلموا يعني. طبعا اكرم توفيق لعبت يعني في لعيبه يعني كان الاصابه الحقيقه حرمتها من انها تكون متواجده في امم افريقيا في الوقت الحالي. يعني اكيد من ضمنهم اكرم توفيق. يعني الحقيقه اكرم كان احد اهم اوراق المنتخب الرابحه يعني، ولكن طبعا بنتمنى له العوده لمستواه سريعا. واعتقد المنافسه فارس هتبقى شرسه جدا في الفتره القادمه، ولكن احنا محتاجين ده، احنا محتاجين التنوع ده، محتاجين يكون العمق ده موجود في القائمه، محتاجين يكون عندك الاساسي زي البديل، لان هي دي قيمه الفرق ودي اللي بتجيب بطولات، خاصه ان انت عندك ضغط مباريات رهيب. انت تقريبا شبه ما لعبتش الدوري لسه، تلعب 7 ماتشات وهترجع على 15-2 تبدا تلعب مباريات مؤجله في دوري ابطال افريقيا، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك الدوري، عندك الحل الوحيد اللي دايما بيلجا ليه اتحاد الكره هو ضغط مباريات النادي الاهلي. فبالتالي لما يكون عندك السكواد ده، عندك لاعب يقدر يعوض اللاعب البديل، اعتقد في كل مركز اصبح للنادي الاهلي بديل، حتى بديل متميز، حتى علي معلول اللي كنا بنقول يعني في فجوه كبيره جدا، كريم الدبيس قدر ان هو يقدم وعمر كمال بيلعب بعض المستويات، وعمر كمال عبد الواحد كمان يعني مع فيوتشر في هذا الموسم شارك في مركز الباك ليفت، وكريم فؤاد بيلعب في المركز ده، لكن اكيد علي معلول يعني له افضليه في المكان ده. لكن انت بتتكلم تحت اي ظروف، في حاله روتيشن، في حاله راحه لاعبين، في حاله مباريات مختلفه شويه تقدر، وشفنا كريم الدبيس قدر يقدم ده الموسم ده، ويقدر يثقل موهبته ويقدر ان هو يقدم اضافه يا فارس على نص الملعب بقى. وتحدث وانت
مطمن تماما بعد عوده السلام الاصابه؟ عندك اي ثلاث لعيبه تحطهم في وسط الملعب من وجهه نظري افضل ثلاث لعيبه في وسط الملعب في مصر؟ ان لم يكن في افريقيا لما تختار الاساسيين منهم، يعني لما تختار كده مروان عطيه، امام عاشور، تمام، في اللعيبه اللي في وسط الملعب، وتحط اي لاعب السوليه بقى او تحط ديانج او تحط اي لاعب اخر. انا قلت لك انت اقوى من المنتخبات، انا قبل كده قلتها، في منتخبات داخل القاره ده حقيقي مركز الارتكاز في النادي الاهلي اقوى منها، ده ما فيهاش كلام، وانت مغمض بالقدرات حتى بقيمه السوقيه دلوقتي بحاجات. طبعا ما بتكلمش على المنتخبات التوب ليفل يعني عشان بس ما حدش يجتزئ التصريح، ولكن بتكلم في منتخبات افريقيه انت عندك مجموعه. خلينا نريح دماغ، ما بيشاركوش في بطوله امم افريقيا. صحيح ما بيشارك. ولكن مهم كمان ان احنا يعني بعد ما اطمنا على النادي الاهلي والسكواد بتاعه، وانا كنت بشوف النادي الاهلي عنده مشكله في حتتين، السنتر باك محتاج اضافات والمهاجم، قدرت تضيف مركز المهاجم واعتقد السنتر باك هيكون في نظره ليه مع نهايه الموسم. ولكن كلمناكم كمان، خد بالك كمشاهد، خد بالك كمتلقي، خد بالك كمشجع فيما يتم الترويج ليه من اخبار على طريقه الحصريات وحصرياتي وكواليسي والكلام اللي انتوا بتسمعوه. كان بيتقال المهاجم يمالي يا سنغالي والنادي الاهلي بيخلص فيه وخد من عند الحصريات تلعب فلسطين، يعني بعيد كل البعد عن الكلام ده. انا بقول لك مع الوقت يعني الناس تخاف، احنا ممكن يعني لو فكرنا بس نعمل فقره هنا هنقطع عيش ناس كثيره جدا والله يا استاذ. عشان كده مش محبوبين معايا. عشان الناس بتشوفك الموضوع صعب جدا. ولكن نروح بقى لمنتخبنا تاني، بس المره دي مش كلام فني عن المنتخب، هو كلام فني ولكن بجانب اخر، كلام مسؤول وبزاويه اخرى طبعا. لان يا جماعه هو الحقيقه انا شفت كتير جدا من الكلام والتعليقات الايجابيه، حتى يمكن كلنا بنتكلم فيها على لقطات زيزو مع امام عاشور، المشاهد اللي شفناها الفتوح مع امام عاشور، مش حابب قوي اقول اهلاوي وزملكاوي في الفتره دي، شفناها لعيبه منتخبنا. واسامه المره اللي فاتت قال لكم حاجه وانا فاكرها هنا، ويمكن كان البعض بيلومنا شويه، لان يا جماعه في ناس ما بتقدرش تفصل وده غلط. احنا كنا هنا من البرامج اللي كانت مديه ابو جبل حقه وزياده، والزيادة بمعنى زيادة، لأن أبو جبل البطولة اللي فاتت اتحط في ظرف صعب، الشناوي الحارس اللي انت بتتكلم عليه، أبو جبل احتكاكاته الدولية مختلفة، المشهد طب هتلاقي الشناوي عنده احتكاكات دولية مع كاس العالم للأندية، لعب قصاد فرق كبيرة جدا، قدر يحقق حاجات، نهايات أفريقيا، خد خبرات تراكمية من الآخر يعني. أبو جبل لأ، فكنا شايفين أداء أبو جبل مقارنة بخبراته كان شيء يستحق الثناء. أما وإن تعلقت الأمور بمصلحة المنتخب، فكرة أهلاوي وزملكاوي ملهاش مكان. طيب البعض هنا هو خارج النسق ده، وتحديدا رضا عبد العال اللي هو بيتباهى بفكرة أصل أنا ترند، أصل أنا الكلام عليا، وأنا بعذره، لأن فكرة كونه ترند سلبي جاب نتيجة. الراجل بيطلع النهاردة يقول أنا بصور وبعمل وبعلن للمنتخب حتى لو بشكل مسيء، حتى لو بأفكار تقلل من المنتخب، حتى لو بأفكار شفنا عكسها من شركات أخرى أو دعاية أخرى بتتكلم عن المنتخب. وعلى فكرة بعض الناس شافت فكرة سلبية وأن الناس تغير عاداتها مع المنتخب، لا ده حاجة إيجابية جدا وبيحصل مننا وحبنا للنادي الأهلي، ده تعلق وشغف زيادة. صاحبك اللي شفت معاه الماتش، اليوم اللي انت رحته، اللبس اللي لبسته، المكان اللي انت رحت فاتفرجت فيه لأول مرة كنا نكسب كذا، فهي دي الروح. انا بطولة 2008 خدتها كلها قاعد على كومودينو. على كومودينو؟ ده انت الجملة دي هتفضل ترند، كل ما تقول لحاجة يقول لك انت قعدت بطولة كاملة قاعد على كومودينو. مفيش كراسي بينكم؟ لا في بس كان في عدد، كان في عدد كبير، وانا جاي متأخر فقمت. انت نصيبك الكومودينو. كويس ان مش النجف. كملت البطولة كده. انت بتقولي على الهوا. ده عشان خاطر مصر يا فارس. طب والله، طب ما ده حلو. طب تفاعل بقى وهجيب لك كومودينو هنا في الاستوديو. لا خلاص انا اكتفيت بالبطوله دي. يعني يا جماعه كومودينو اسامه اللي شاف فيها 2008 عندي خلصت. ولكن في ناس حبت الترند السلبي، حبت الاساءه للمنتخب، واستغرب الصبح يروح يصور ويتكسب من وراء المنتخب. ايوه انت بتتكسب لحد دلوقتي من اسمك كنت لاعب في النادي الاهلي. رضا عبد العال الى الان خلص كوره وبيستفيد ان هو اسمه اقترن بالنادي الاهلي، ده شهره، ده حاجات كتيره جدا، واي حد
قلنا عدى جنب سور النادي الاهلي استفاد. طيب حاجة تانية، انت بتتكسب من الحديث على المنتخب الوطني ويجي بالليل بعد ما استفاد ويعني خد وعكش العكشة المتينة، يجي بقى ايه يطلع في نفس اليوم يا ابني انت اعلانك بيتقال الصبح، يعني الصبح الحاجة بتاعتك والدعاية. طب خلاص بقى يعني خلال الفترة دي ممكن نفهم ان الفكرة ان انت هتغير طريقة تفكيرك وهتدعم المنتخب، فنيجي نلاقي كلام في نفس التوقيت على منتخبنا واحنا هنا. وانا احيي ان في اتجاه اعلامي واضح لدى كتير جدا من مقدمي البرامج والقنوات في نقد هذه الصورة السلبية من فكرة الترند السلبي، من فكرة الأكل على جثة أو على لحم أو على كتف المنتخب، والتربح من وراء المنتخب مش عيب. بس عايز أقول لك حاجة فارس لأمانة، يعني هو كان المفترض التحرك ده يكون من بدري شوية، لأن ما في ناس بتهاتي بس يعني لو أنت بتهاتي أهلي، ما خليني بقى أقول لك لو أنت بتهاتي أهلي مع نفسك بالظبط كده، ما عشان نتكلم بوضوح احنا هنا يا جماعة. لا لا، موحد الأجواء، موحدين الأجواء يا عم، لكن موحد الأجواء واحد الله. طيب لكن لما نيجي نتكلم، البرنامج ده خد على عاتقه فكرة التصدي لنموذج رضا عبد العال ومن على شاكلة رضا عبد العال، ما كانش بيعجب الناس. وكمان حاجه كنا نقول ان لازم نحذر، وكان بيطلع البعض يرد بشكل فيه تقليل، برغم ان احنا كنا حريصين جدا على اننا نتكلم بوضوح ونتكلم ان النماذج دي صعب، وهو لانه يفتقد لفكره ان هو يقدر يتكلم ويقدم معرفه او يقدم حاجه في الكوره، بغض النظر ان هو كان لعيب عظيم. انا دايما هنا يا جماعه لما بتكلم عن لاعب تم وضعه في موضع مسؤوليه سواء اعلامي او محلل او اداري في اتحاد او ما شابه، ما بروحش خالص لسكته كلاعب، لان سكته كلاعب ده موضوع مختلف. هو لعيب كويس، لعيب كويس، يعني كان صانع العاب جيد جدا، صانع العاب جيد جدا، سرعاته سهله وبسيطه، كل ده على عيني وعلى راسي، برغم ان انجازاته مثلا مع المنتخب الوطني مع مش موجود. لا انا قلت كويس، لا جيد جدا، لا لا حلوه جدا، لكن قلت عظيم الاخر والله. لا ده انا بتكلم عن اي لاعب، يعني اي لاعب يعني نديله قدره وبنبعد عن فكره اللاعب، عشان البعض ما يروحش انت عارف انت بتتكلم عن مين، ده واخد كذا بطوله، مع العين وعلى راسي كذا بطوله، ما خلاص واخدهم ايه، هو لاعب خلاص شكرا ده دوره. لكن لما تيجي تتكلم عن واحد بيطلع يحلل الكره، قول لي قال ايه، قول لي عمل ايه، فكرة الرهانات اللي ممكن نشتغل عليها وركوب الترند السلبي ده ما بياكلش عيش معانا الحقيقة. يتقدم حاجة محترمة نقدر نقيمها، يا إما مش هنسمح، أو على الأقل هنفضل نحارب طول الوقت الاتجاه ده. وعشان كده أنا بقول إن البرنامج ده كان حريص من سنوات رسالته إن هو تكون دي رسالته، وكنا دايما بنبعت الرسالة لكل من هو مسؤول عن الرياضة المصرية وعن الإعلام الرياضي المصري. فطبعا لما الامر راح للمنتخب بدا يعني ناس سبقنا في المجال وناس اتعلمنا منهم بالتاكيد بداوا يتحدثوا عن فكره ان لا النموذج ده صعب كده ولازم بقى يبقى في تصدي ليه. ماشي، ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي، فجيت. أيوة فنتمنى كده. ايوه كده، خلينا كده نيجي كده، فنتمنى نستمر في ده، نستمر في ده بقى مع اي حاجه الحقيقه، ده حقيقي، اهلي زمالك اسماعيلي اي نادي، اي تنمر او اي تعرض لاي نادي او اي لاعب او اي يعني مدير فني بالشكل السلبي ده لازم ننتقده. اسامه، هو احنا هنا في قناه الاهلي ما كناش بنطلع ننتقد فنيا؟ اكيد طبعا. ايه علاقه النقد الفني؟ ولكن يا جماعه احنا ليه بناخد الفقره دي دلوقتي؟ لانها مهمه جدا، لان مع بدايه المنتخب ومع اي تعثر او مع اي نتيجه سلبيه اطلع قول فنيا زي ما انت عايز، فيتوريا اخطا، الارقام، اللعيب كان زيزو ينزل، كان امام عاشور يبدا، لا انني كان مروان عطيه، كان من كهربا ممكن يفتح لك الحته دي ويفضي مساحات، براحتك. إنما إساءة وتنمر وتطاول وتعرض لأسر اللاعبين وحياتهم الشخصية، وفلان اتجوز، وفلان أصل مستواه في الملعب بعد ما اتجوز، وفلان شبه أحمد بدير، مع الاحترام طبعا للنجم أحمد بدير، القصة هنا ما هو مدعاة التشبيه والدور اللي أنت بتشبه بيه، وموسيماني بكرش، كل ده يا جماعة لازم نتصدى ليه. أنتوا جيتوا معانا ركبتوا القطر اللي احنا راكبينه من بدري، احنا راكبين انا والراجل ده، رحنا قطعنا من اول محطه وقاعدين راكبين الونش، احنا سايبين الونش. انتوا جيتوا ركبتوا معانا حلو، بس يا جماعه فرصه بقى نقضي على الظاهره دي تمام. تعال شوف مدرب منتخبك الوطني اللي ممكن تختلف معاه في اختيار، واختلفنا هنا وطول الوقت واحنا بنختلف مع روي فيتوريا في حاجات تخص حتى النادي الاهلي والمنتخب والزمالك واستبعاد، كنا بنقول انه مدير فني جاي. ها
هل حد فينا طلع على فيتوريا ده راجل ما عندوش فكره؟ انا اسف، يبقى احنا الناس ما عندناش فكره. احنا كنا لما نتكلم فات بنقول ده من حق المدير الفني اختيار قائمته، هو اللي من حقه يختار اللعيبه اللي هيلعب بيها. اسامه، واحنا في عز ما بنتكلم في قصه لعيبه اليكت اللي تشادي من الزمالك وبتاع، انا جيت قلت يا جماعه عشان بس الناس ما تخلطش، روي فيتوريا من المدربين اللي انا جيت قلت قبل كده على الهواء، كان في وقت من الاوقات قلت يعني مدرب جيد ان انت كنت تضمه للنادي الاهلي والنادي الاهلي فوق، مستحيل تيجي دلوقتي تقول مدرب ملوش فيها. ولكن تعال شوف وانت رايح على البطوله دي، ارجوكم افتحوا الاعلام الجزائري والمغربي والتونسي وشوفوا الناس بتقول ايه على مديرين فنيين بعضهم وطني ومالوش سيره ذاتيه زي فيتوريا، شوفوا بيقولوا ايه عليهم واسمعوا رضا عبد العال هذه الظاهره الاعلاميه السيئه والكارثيه بتقول ايه. خلي بالك حسين الشحات ده يفك لك ازمه ما حصلتش لو لعب باك رايت، انت جايبه من نادي المقاصه ساعتها او الكلام ده قبل ما يلعب، بيقدر يلعبها، بيلعبها كويس قوي، ده مفتاح لعب. خلي بالك ان انا لو مدرب هلعبه في الحته دي، هلعب بثلاثه ورا واخلي حسين الشحات هاف ناحيه الرايت والناحيه الثانيه احمد فتوح، اقسم بالله دولت يبقوا الاثنين مفاتيح لعب، ده انت تدوخ اي فرقه في العالم. صح ولا غلط؟ طيب مش هلعبه مكانه اهو، مش هلعبه مكانه، ماشي، ده فكره عندك هو الراجل بيشتغل بحاجه تاني؟ لا هو ما يعرفش الفكر ده، والله ما يعرف، وحدش يعرف الفكر. طيب ده ممكن. انا بكلمك اطلع للفاصل. طيب قبل الفاصل بس انت بتتكلم في فرضيه حسين الشحات ما بيلعبهاش بقاله سنين، اللي هو يلعب باك رايت، وهنا عايزين نفهم لكم قد ايه احنا هنا في خط احمر وبنتبنى رساله فعلا يا جماعه والله بيكون غرضنا الصالح العام في اي حاجه بنقولها. ده لعيب من عندنا هو حسين الشحات بيتكلم انه كان ممكن ياخدوا المنتخب، وعندي فكره ان هو كان ياخدوا باك رايت ويكسب اي فرقه في العالم، والكلام اللي كله ثقه المبالغه اللي هو قايم على ان انت تقعد تتكلم كده مع ابن اخوك تقول له تعالى نروح نقدر نعمل اي حاجه في العالم، واللي هو الكلام اللي انا اسف يعني ما بيحترمش عقليه المشاهد، دايما على سبيل ان انا ادي اعلى حاجه. هنا سهل ده حسين الشحات يا اسامه، فنيجي يقول لعيب من الاهلي فيلا وبتاع وفيتوريا ولو ما اتاخدش باك، لا خالص. تتكلم في حسين الشحات في الباك اليمين، عندك عمر كمال لعيب من الاهلي، محمد هاني لعيب من الاهلي، حسين الشحات لو كان ليه تواجد واصلا ما بيلعبش في الفتره الاخيره رايت وينجر بيلعب في الناحيه الشمال، لو كان المدير الفني وانا شايف انه كان يقدر يكون موجود على حساب لاعبين اخرين، هنا خلاص ما بقاش في مجال لذكرهم لان كل الدعم للاعبين الموجودين كنا ممكن نتكلم فيه. انما انت بتطرح فكره هي اساسا ملهاش منطق دلوقتي، بس يا سيدي طرحتها وقلت انا رايي ان حسين الشحات كان ممكن يضيف في حته الرايت باك، تمام، كانت جواك محشوره ونفسك تروح لطش اللطشه ولطشتها خلصنا. قال له بس يعني الراجل ليه افكار تانية، قال له هو ما يوصلش لتفكيري، ما حدش اصلا يوصل لتفكيري. يا عم ده أيوة بتتكلم على اساس حقيقي. ايه؟ ما هو ده حقيقي، ما هو سيبك من حدش يوصل للتفكير ده طبعا، يعني حدش هيشطح بغض النظر عن فكره الوينج باك، يعني بغض النظر ده حقيقي. عن الوينج باك، ولكن بشكل عام انا بتكلم يا جماعه في فكره تانية، على اساس ايه؟ يعني على اساس ايه راجل مثلا ما خدش رخصه مثلا برو، ما خدش مثلا تجارب تدريبيه السي في بتاعه تقيل، ما شفنالوش افكار فنيه، ده حد قال على نفسه هجاص، فيطلع يقول لك الناس مش هتوصل لتفكيري، على اساس ايه؟ انت حققت ايه في حياتك بعد لعيب كره قدم؟ ايه اللي انت حققته في السي في بتاعك على مستوى كارير الكوره؟ على فكره الاعلام ملوش علاقه بانك كره قدم. تقول لي انا راجل وترند، والله ما ليه اي علاقه. اعلام ملوش علاقه بان انت في اعلامي يقدر يكون في لاعب كره قدم يقدر يكون اعلامي جيد، ولكن ده ملوش علاقه بكره القدم. صفر. تجارب فنيه سيئه جدا، كارثيه جدا، مضحكه جدا. كلها فشل. ده حاجه حكايه قال لك انا كنت بقعد على الدكه بكوبايه الشاي عارف تحس كده اللي هي الحاجات بتاعت عم توفيق اللي هو في الكبير قوي والحاجات دي، تحس ان هو شخصيه كاريكاتيريه كرتونيه مش معانا في العالم، ولكن بيتكلم بثقه غريبه جدا. عادي في ناس بتصدق نفسها، وخليني بس اكد على نقطه مهمه جدا، هو ممكن حسين شحات يلعب وينج باك في 3-4-3، ولكن اصلا انت كل مدير فني له فلسفته، وزي ما قال فارس هو حسين بقاله فترة طويلة بيلعب وينج، فخلاص موضوع منتهي ومحسوم وصعب، وعشان ما يتردش يقول لك ما زيزو بيلعب وينج بيلعب دلوقتي وسط ملعب، لا زيزو لعب وسط ملعب مع الزمالك الفترة دي ومع أسوريو، فخلينا نتكلم بوضوح ان انت حتى لو انت عايز تلعب
بوينج باك، مين قال لك ان عمر كمال ما يقدرش يأديها؟ وده بقى مكانه، وراجل بيلعب اصلا في المكان ده، ولاعب وينج رايت ولاعب باك رايت، يعني يقدر يعمل ده. لكن هي الفكره كلها ان انا حتى لو بطرح وجهه نظر وتوقفت عند وجهه النظر دي انا ما عنديش ادنى مشكله، لكن اروح لفكره دايما التقليل من غيري. عملت ايه عشان تقلل انت من روي فيتوريا كمدير فني؟ انت انجازاتك على الخط وانت مدير فني بالبرمودا حاجتين، واحده يا لهوي وكمام على عينيك، غير كده ما شفنالكش اي انجازات كمدير فني في اي حاجه. ده اللي موجود فقط لا غير، برمودا، كمام على العين، واحده يا لهوي، لا فقط لا غير. ولكن يعني الموضوع مش بيقف بس عند روي فيتوريا الحقيقه، هو الموضوع بشكل عام كده وهو بيتحدث عن حتى تقييمه لاعبي منتخب مصر وهيجي يحط تقييم الحقيقه مش عارف على اي اساس. خلونا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم بعد الفيديو ده، لان انا مش هنسمح الحقيقه فكره ان انت تكون رايح بطوله زي دي ويبدا التقليل طول الوقت من لاعبي منتخب مصر والمدير الفني للمنتخب المصري. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. امام عاشور ما حسيتش بيه. اوكي. واحد. واحد؟ لا علي صوتك يا كابتن. واحد. هو انت اشمعنى على ده جيت وعملت ان انت اطرش؟ صوتك قوتي بس يا كابتن. ايه؟ صوتك قوتي. لا انت عايز تعرف الناس ان انا بديله واحد. طيب. قال لا. ايه اللي عمله النهارده عشان نقول مثلا ان هو ضحكني اقسم بالله. طب استنى، مروان عطيه انا قلت لك ايه؟ ياخد سبعه عشان ايه؟ ضغط. الوحيد اللي هو بيقابل. الوحيد اللي هو مفيش كره اتقطعت منه، وفي نفس الوقت بقول لك طور وشاط واحده على الجون. حد عمل كده غيره؟ انت رحت بكورتين. ما عملش امام عاشور الكلام ده. ولا حد عمل الكلام ده. مفيش الا زيزو لما نزل. طيب. امام عاشور واحد. طيب صلاح. المفروض ما تحطوش صلاح في التقييمات. بكلمك. اديله 10 من 10 يا كابتن عايز. هو ياخد اكتر من 10 كمان. تمام. تريزيجيه؟ هو الجونين اللي جم عن طريق مين؟ صلاح. هو الكره الاولانيه والجون الثاني اللي هو ضربه الجزاء. اي تناقض انت محتاجه هتلاقيه عند رضا عبد العال، يعني قال لك امام عاشور ما حسيتش بيه. ماشي عادي، وارد جدا تبقى انت قاعد بتتفرج ومش قادر تحس بامام عاشور لان انت عندك مشاكل سلبيه مع امام عاشور، فعادي جدا. والفكره كمان ان محمد فاروق قاصد كويس قوي يقف عند النقطه دي ويعمل ستريس. ليه؟ عشان عارف ان ده هيطلع ترند حتى لو ترند سلبي، ويبدا يقول لك ايه اصل احنا بنعمل شغل والناس بتشوفنا وكلام من هذا القبيل، فيقول له واحد انت، ويقول له بقى انت وقفت عندها عشان تعرف الناس ان انا اديت لامام عاشور ما حسيتش بيه. ماشي يا سيدي، ما تحسش بامام عاشور، لكن لما تيجي تقيم محمد صلاح قال لك ايه؟ ده بره التقييم، على عينه وعلى راسي. كابتن محمد صلاح يعني احد اساطير كره القدم المصريه، لكن ما فيش لاعب بره التقييم. طيب عمل ايه؟ قال لك ده سجل هدف وصنع هدف وكلام من هذا القبيل. هو بنفسه لما بيجي عند امام عاشور في مباراة اخرى يقول لك هو امام عاشور عمل ايه غير انه ده سجل هدف وبس، ده صنع هدف وبس. يعني هو محمد صلاح اصنع وسجل، انت بره التقييم. لا يجي امام عاشور يقول لك ده صنع بس، ده سجل بس. ده طبعا احنا مش بنناقش راي فني، احنا بنقول لك ده بعد مباراه لمنتخب مصر، المباراه الوديه الوحيده، وانت رايح تلعب وبتعمل كده مع لاعب وارد جدا، وارد جدا في طريقه روي فيتوريا ان هو يكون لاعب اساسي في المنتخب المصري، وامام عاشور اضافه قويه جدا فنيه للمنتخب المصري. امام عاشور البطوله الماضيه جبته تلعب باك رايت، لاعب باك رايت، وقدام مين؟ ساديو ماني، ولعب مباراه كبيره لان هو لاعب بيمتلك امكانيات اللاعب الجوكر. تقدر تلعبه في اي مكان، هتاخد منه 70 80% من المركز ده. باك رايت هتلعبه وسط ملعب، هتلعبه جناح، هتلعبه في اي مكان، هو بيمتلك القوه ما شاء الله، اللياقه، المهاره، عنده ده، هو لعيب كوره. فما ينفعش ابدا يكون هو ده التقييم. ولو خدت الموضوع بشكل شخصي تاكد انت هتخسر، لان امام لعيب موهوب بالفعل وهيخسرك كتير اكتر من انت بتخسره. يعني هو اسامه ما يهموش الخساره على مستوى رأي الفني. يعني انا عايز اقول لك لما اطلع اقول لك يعني واحد يقدم نفسه ان هو هجاص هيفرق معاه اي كلام بعد كده؟ اكيد لا. ولكن هو يهمه مكاسب ماديه، يهمه مكاسب على مستوى المشاهدات، يهمه هي دي نوعيه المكاسب في ميزانه، المكاسب والخسائر هي دي، هي دي. انا مستوى حتى لو على حساب المنتخب، ولكن هنا دور يا جماعه مش دوره هو. اللي بيعمل كده عمره ما هيوقف لنفسه، عمره ما هيقول لنفسه ستوب، وعمره ما هيقول لنفسه عيب، وعمره ما هيتحلى بالمنطقيه في اي وقت من الاوقات، هو هيفضل كده. عشان كده عمرنا ما طلبناه ان هو يتغير. ده حقيقي. عمرنا ما وده بقى الرساله المهمه، ان يا جماعه كلامنا ده احنا مش جايبين نرد على رضا عبد، لو انت فاهم الفقره دي يبقى انت فاهمها غلط. احنا جايبين رضا عبد العال نضحكك عليه او نقول لك هو بيقول كذا او يا سيدي هو اصلا عايز الناس تضحك عليه. لو انت هتبقى انت حاسبها غلط.
وهو اصلا عايزنا نرد عليه، وهو اصلا عايز كل ده. انما احنا رسالتنا للناس المسؤوله يا جماعه نظره، يا جماعه ما بقتش قناه الاهلي ولا النادي الاهلي، بقى حاله عامه عند اساتذه الاعلام. يعني بقى حاله عامه عند اساتذه الاعلام، الناس الكبيره في الاعلام والناس اللي لها تاريخ وناس لها باع، بقت الناس بتتكلم ان هذه ظاهره لابد من ايقافها. لهذه ظاهره لابد من التعامل معاها. ولكن ده مش حاله جديده، هو بيراهن على الخساره. وفي كره القدم في قاعده كده يا جماعه، ممكن انا اتجادل انا واسامه على اي مدرب، هروح انا اعمل معاه لعبه حلوه جدا، اي مدرب، يورجن كلوب، بيب جوارديولا، انشيلوتي، اي مدرب، هسيبه هو يقول وانا هراهن على الخساره. هو هيحصل، هيحصل طبعا. هو في مدرب ما عملش سيزون كارثي؟ هو جوارديولا ما خسرش مع السيتي كام بطوله دوري ابطال اوروبا؟ تعالى للموسم ده تحديدا، شوف ارتيتا مع ارسنال خد اربع خمس مباريات بدون فوز. طب بيب جوارديولا مع السيتي، جوارديولا دلوقتي النموذج. بيب جوارديولا مع السيتي قبل كاس عام خمس مباريات بدون فوز. يعني شفنا يورجن كلوب مع ليفربول الموسم الماضي، مفيش مدير، فمش عايز اذكر تنهاج طبعا لان مانشستر يعني حالته تصعب على الكافر، يعني ده بيخسر على طول. فمفيش مدير فني الا لما تعرض لهزه. فهو ده الجيم اللي بيلعبه هو يا جماعه، عنده من الذكاء اللي هو ده ذكاء بقى ايه؟ ذكاء فطري، ان هو مر بتجارب كتير جدا على مستوى الكره مع مدربين. عارف يا اسامه ان مهما كان المدرب ده جات له فترات خسر، هولمان خسر وفلان خسر وفلان خسر، بعد ما كان بيحقق بطولات والنادي متمسك بيه جات له فتره بقى يتقال وحش. وعلى فكره خد بقى المفاجاه الاكبر، لسه قايلها من كام يوم، قال اصل الناس وقت الانتصار وبيجي والنادي واقف وراه واعلامه واقف وراه، افتكر معايا ان هو هيخسر. ما هيخسر، يجي بقى يبيع لك كل البيعه اللي يقولها ويقول لك ايه انا مش قلت، ويبقى قاعد مشاهد غلبان محترم زي بعض الناس البسيطه اللي بتتفرج على القنوات، ويقول لك الله طب ما الراجل ده بيفهم. ما في عز ما انتوا كلكم كنتوا بتقولوا ان كولر ده جامد، كان هو بيقول لا هيجي يوم وكولر يخسر. طب ما هو لازم هيجي يوم وكولر يخسر. مين مدرب في تاريخ الكوره اللي ما عملش مواسم كارثيه؟ هو مورينيو السبيشال وان، سبيشال وان، ده تريد مارك كده. فين مورينيو دلوقتي؟ في كاتيجوري عامل ايه في التدريب؟ موجود في نادي ليه تاريخه ونادي روما وله احترامه، ولكن وحقق معاهم بطوله، بس مش مدرب كلاس ايه دلوقتي. مش هو اللي كان بيخوض، مش هو الراجل اللي اهلي وزمالك جوارديولا ومورينيو. فهو يا جماعه بيراهن على كده، حصلت مع كل المدربين في العالم، وده اللعبه اللي بيلعبها. افهمك اكتر، اسمع الفيديو ده عن كيروش ونرجع نعقب. كيروش قال لك ان انا سعيد باداء اللاعبين، غيرت نعم، وكان فيها اداء انا يعني من اولها كده بديع كدب علينا. لا بلاش، انا متحفظ على كلمه كدب دي. طب ماشي، هو علينا. هو الراجل بيتكلم، بيقول لك انا لعيب. بيتكلم ايه؟ بص يا اسلام، اولا دي بس فرصه الاول. لا معلش، بس انا هو انت داخل شمال على طول، برد عليك بس. هو انا قلت حاجه؟ ما انت لسه بتقول لي اهو كروتشيا وفرحان، واحنا هنرد عليك كلمه كلمه عشان بس الناس تبقى قاعده وفاهمه واخده بالها من مين اللي جاي يضحك علينا. ليه جاي يضحك عليك ليه؟ حبيب قلبي، مش ده اول مباراه؟ مفروض انت اول مباراه يا عم اسلام بتقعد تتفرج على اللعيبه كلها، ده واقف على الخط عامل بالظبط زي الاقرص. شفت فيلم الاقرص بتاع الاستاذ الكبير محمود ياسين؟ يعني بلاش التشبيهات دي يا كابتن رضا. وهكذا اساءة الكيروش، لو كنا اتدخلنا من بدري وعالجنا الظاهره دي من بدري ما كناش وصلنا لموسيماني وفيتوريا وغيره من المدربين وكولر، وتقريبا اي مدرب بيحقق اي بصمه او نجاح هتلاقي عنده مشكله معاه. هنا الاساءه لكولر، الكيروش جاي يضحك علينا، جاي كذا، كولر برضه تمشي، لان هو كل الكلام هو هتلاقي. بص يا جماعه، ما عدا تاكيش جونياس. كنت لسه اقول لك تاكيش جونياس ده اللي هو ما حقاش حاجه، ليه؟ عارف كده عايز تبان انك مختلف، في حاجه كده اسمها ديفرنشال. مثلا انت بتلعب في الفانتزي اللي هو حكابتن فلان اللي ما حدش مكابتنه خالص، ليه؟ عشان خاطر انا اصل هو بيلعب بيبدا الكره من تحت. هو بيلعب على الحته دي. انا هقول حد مختلف قوي، فالناس تقول لك بص الراجل ده رضا عبد العال ده حاجه غريبه غير الراي العام. انما هيجي كل حد هو حاطط نفس الكلمتين، لما يخسر هيتكشف، بكره ترجعه تقول انا ده راجل جاي يضحك علينا، ده راجل جاي يشتغلنا، ده راجل جاي كذا. هي دي
دي بضاعة الشغل بتاعه. وعلى الجانب الآخر إسلام صادق اللي أنا عارف أنه بيتفرج كويس ودايما يعني بيعمل فولو على الكلام اللي بنقوله سواء هنا أو على السوشيال ميديا أو كل حاجة، ودي حاجة جيدة. بس الوحش فيها أنه ما بيستفدش، الوحش فيها أنه ما بيتعلمش، الوحش فيها أنه ما بيتغيرش. قال له، هو بيقول له جاي يكذب ويضحك، قال له لا أتحفظ على كلمة جاي يكذب دي. يا سلام يا عم، إيه الأخلاق دي؟ يا سلام، ده عنده ناس في الاستوديو قالوا البعض أنت غبي، قالوا البعض أنت جاهل. قال كلمة أنا مش هعرف أقولها بقى دي، لأن دي اتقالت عندهم وهم يعني ما تحاسبوش، دي أنا مش عارف أشبهها، هي أسوأ كلمة ممكن تتقال، يعني كلمة صعبة جدا. ده كررت مرتين في الراجل قالها على الهوى. كل ده في حاجة هو رئيس تحريرها وبيطلع فيها، وكل هذا القدر من الإساءات لبعض، ضيوف بيشتموا بعض، بيقول له أنت غبي وأنت جاهل وأنت كذا على الهوى. بس كلمة بيكذب دي يا جماعة جرحت مهنية إسلام صادق دي. هذه هو الراجل مش عايز يسيب في السي في بتاعه ان الكلمه دي اتقالت معاه الهوى. وبعد كده قال له بلاش التشبيهات دي يا كابتن رضا. هو على الموضوع ده ما ينفعش اعلام رياضي، لا ينفع تمثيل. الناس دي لو بتمثل اعتقد كانوا هيبقوا كويسين. لا جدا. لا كويسين ايه ده، فيك خالص يعني. انت بيعرفوا يمثلوا، اسمع مني. لا والله، لا لا والله بيعرفوا يمثلوا، لان كل حصل ده تمثيل والله. وفي جمهور. لا 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 فيك، اسمع مني، هو معروف ان هو فيك. لكن انا انت هنا وقفت عند نقطه، هو فعلا يعني اسلام صادق وقف، يعني انا بتحفظ على، يعني لما بيقول له انت بتكذب من اولها اتخض، قال لا انا بتحفظ على دي. طبعا يعني ازاي هو شايف نفسه اسلام صادق يكذب يعني؟ قال له خلاص بنهجص من اولها، ما تحفظ يعني الكذب تحفظ عليه، الهجص والتهجيص يعني. طب يا جماعه في ايه يعني؟ انا مش فاهمها والله. طب قول لا بتحفظ برضه على دي، ولا انتوا قابلين ان انتوا تكونوا هجاصين عادي ومعترفين بده وبتتعاملوا مع ده بشكل طبيعي جدا؟ والهجاص راح النهارده، الهجاص رجع، الهجاص جه، الهجاص اتكلم، الهجاص تحفظ. موضوع صعب الحقيقه، لكن لسه سنظل في الرساله دي لغايه لما يعني نشوف حل، يعني نلاقي حل في القصه دي. لا الناس دي تتوقف عن المهازل اللي بتقدمها، يحاولوا يتعلموا حاجه الحقيقه يعني، وان كنت اشك يعني. عندنا فيديو تاني مع كارلوس كيروش برضو مدير الفني المنتخب مصر، عشان تبقوا فاهمين ان القصه مش جديده، وعشان تبقوا فاهمين لما بنقول التحرك جاء متاخر، لا احنا عارفين بنقول ايه، لان فعلا التحرك جاء متاخر. خلينا نطلع نشوف فيديو اخر لرضا عبد العال عن كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر. وبعدين ده بادئ لي بالراجل اللي هو بيلعب راس حربه دوت، اللي هو لا حول ولا قوه، وبنقول الكلام دوت والناس بتزعل مننا، وهو طالع يقطع فينا يقول لك مسرح مصر ومسرح. يا عم خليك النهارده، انت ما دخلتش، انت بتهرب من ال 18. هو في قناعه يا كابتن بامكانيات يا عم؟ قناعه ايه؟ الاثنين يمشوا، الاثنين يمشوا مع السلامه. انت شفت فرقه الجزائر؟ والله العظيم الشوط الثاني ما جوش. لا هي من وجهه نظري هي مش بنفس القوه اللي انا كنت متخيلها، ولا فقط الحماسه اللي هم يعني احنا شايفينها دايما. انت عارف احنا لما كنا بنحط الكره على الارض بالرجل للرجل، صح صح، احنا ركبناها، واخد بالك؟ وهو مش يعني واقف بره مش شايف حنبله ده، يعني حنبله مش شايف الكلام ده. خلاص ما فيش جديد، احنا بنعرض لكم الحاله وبتشوفوا الحاله وبتعرفوا ان الموضوع مستمر وطول الوقت. ولو كنتوا فاكرين ان كارلوس كيروش ده كان البدايه مع يعني مدربين منتخب مصر، اعتقد كان راجل. لا احنا نرجع لايام كابتن الجوهر. راجل يا اسامه، دي عده الشغل والله العظيم يا جماعه. الناس دي انا بقول لكم مع احترامي، احنا احيانا بنفتكر انهم لا، دي فاهمين كويس جدا وعارفين بيعملوا ايه. ده مع عده شغل. ايه هي عده الشغل بتاعت رضا عبد العال؟ الكلمتين دول واللي على كل مدرب وهجاص وجاي يعمل ايه وده راجل جاي. بص انا خليني اختلف معاك في النقطه دي. هو اكيد عده الشغل، بس لازم تبقى فاهم هو عده الشغل ان ده اقصى ما يمكن تقديمه. يعني هم اذا هو كنت شاطر في الحته دي، اذا كنت عايز تقول هم فاهمين بيعملوا ايه، لا هم ده اللي فاهمينه بس طبعا. لكن هو ما يقدرش يعمل حاجه تانية، ما يقدرش يروح بالظبط كده. ما هو كان عمل لحسن يقول اصل ده اللي بيجيب، فاحنا بنعمل ده واحنا عندنا قدره نعمل افضل. ما لو عنده قدره افضل ما كانش عمل ده. ده كان طلع راجل يتكلم كوره زي ما اي حد بيتكلم كوره، ومقدم استوديو لا يقبل الاساءه ولا يقبل التجاوزات ولا يقبل اختراق الاكواد الاعلاميه، كل ده مش موجود. فعايز تفهم يعني عده الشغل، بلاها فيتوريا، بلاها كولر، بلاها موسيماني، بلاها كيروش. تعال نروح لهيكتور كوبر، نفس الكلام ونفس عده الشغل ونفس الجيم، لما نتفرج ونرجع نعقب. ما هتبقى ولا عمرنا هنوصل كاس عالم. هقول لك على حاجه، مش هنوصل كاس عالم بالراجل اللي اسمه كوبر ده ورب الكعبه. لو ادوا حسام حسن وربنا هنوصل كاس عالم. حس، روح،
انما ده راجل جاي ياكل عيش، ده راجل اصلا بيبقى واقف على القط مش عارف يغير مين ويطلع مين. ربنا يستر. وانا بقول لك من دلوقتي مش هنوصل كاس العالم، عشان ده احنا وصلنا افريقيا بالعافيه، ده تشاد كسبتنا، تشاد اللي هي انسحبت بعد كده كسبتنا. يعني وقفتك على الخط دي هتودينا في حته وحشه قوي. هي دي اللي تدل ان انت جواك افكار عميقه وتحليليه وفنيه ورؤيه كبيره جدا يا كابتن رضا. بصراحه يا جماعه والله ده ضحك. قال لك الراجل مش هوصلنا كاس عالم، وصلنا كاس عالم. فكرك اعتذر؟ مفيش. هي كيروش، هي كوبر، هي كولر، هي حرف الكاف، وهي موسيماني، هي فيتوريا، هي اي حد من شخص. لا والله العظيم كولر ما يعرف ان هو موجود على خريطه المحللين في العالم. يعني لو جاء قلت له مثلا مستر رضا عبد العال بيقولك اقولك ده ايه يعني، وريني السي في بتاعه كده. اه كان بيلعب في تمام، ما لعيبه تاريخه ايه في التدريب، الدورات التدريبيه اللي خدها ايه، افكاره التدريبيه ايه، خطته ايه، كلنا طالعين كلنا راجعين. هي دي افكاره التدريبيه، هي دي معرفته عن كره القدم، هي دي عده الشغل. دي رساله ليا جماعه. واحد على مدار سنوات من ايام كوبر وهو شغال بعده الشغل دي، اتمنى ان يكون في موقف. وهنفضل ورا الملف ده لان احنا مقتنعين ان القصه اكبر من النادي الاهلي، القصه اكبر من ان احنا بندافع عن مصلحه نادي، احنا بندافع عن صوره اعلاميه. قلت لكم قبل كده المره اللي فاتت، بص في السعوديه الناس راحت لحته عامله ازاي، بص في الامارات الناس راحت لحته عامله ازاي، بص استوديو ابو ظبي ولما بيكون عندنا حدث مصر بيكون الشكل عامل ازاي. هو ده اللي احنا عايزين نقدمه؟ مش هو ده على الصوره، هو ده الفكر اللي احنا عايزين نقدمه؟ انت مش قلت مش هتعقب؟ لا انا بتكلم على صوره. أيوة. الافكار والمستوى التدريبي اللي هو الصوره الذهنيه. ماشي، يعني خلينا نقول نقطه مهمه جدا برضو في النقطه دي، لان الناس بتتذكر فقط لا غير الرهان اللي اتعمل ان مصر مش هتاخد ولا نقطه في كاس العالم. طب يا جماعه ما رجعتوش ليه ان هو قال ورب الكعبه كولر ما هيصعد كاس عالم؟ اه يعني ما هو قال كده، يعني ليه ما رجعتوش ليه؟ ليه خدتوا الرهان ان هو قال مش هياخد ولا نقطه في كاس العالم، وقلت بصوا كان الراجل المتنبئ يعني العلامه اللي قال كل حاجه قبل ما تحصل. طب ما هو نفسه اللي قال ورب الكعبه كولر ما هيصعد بالمنتخب كاس عالم وهترم حسام حسن، ما صعد كولر. فبرضه ده نوع من انواع برضه ايه الناس البسيطه، زي بالظبط لما كنا بنتكلم عن صفقات تلاقي كل واحد عامل لك كده تيم سكاوتنج، جايب لك كل يوم بيحط لك لاعب، فيبقى في 365 يوم على مدار السنه، فتيجي بعد ثلاث سنين تلطش في لاعب منهم، يجي النادي يقول لك انا اول من تحدثت عنه. هو نفس القصه ونفس القاعده الحقيقه، لكن خلاص خلينا من رضا عبد العال والقصه دي، وهو بيفهم الكلام ان احنا عاوزين نقطع عيشه، واحنا القصه دي مش لا تعنينا على الاطلاق ولا بنسعى لكل ده، احنا عايزين نهذب صوره الاعلام الرياضي قدر الامكان. ده فقط لا غير. انت شايف ان ده ممكن يضر بيك، لو حد مسؤول تحرك تجاهك حاول تغير من اسلوبك، حاول تشوف حاجه تقدر تقدمها فيها رقي واحترام وعدم ابتذال الحقيقه. اتمنى ده ممكن تلاقي برضو مساحه. لكن نروح بقى لجانب اخر وفيديو الحقيقه، انت تقف قدامه كده فتبدا تستعيد الذاكره. يا الكلام ده كان بتال تقريبا 2014 2015 في محاوله يعني ايه دعم واضح لاحمد الشناوي على حساب احيانا شريف اكرامي، ثم بعد ذلك على حساب محمد الشناوي، وظهرت اكلاشيه، ظهر اكلاشيه كده يقول لك ايه اللاعب ده موهوب ولا مصنوع؟ مش فاهم يعني ايه موهوب ولا مصنوع؟ يعني يقول لك اه اصل هو موهوب، يعني هو يعني عنده الفطره فخلاص مش محتاج مجهود، هو هتلاقيه بيشتغل زي الفل لوحده. واللاعب المصنوع ده اللي احنا جبناه بقى وقعدنا نصنع فيه ونركب له رجل ونركب له ايد ونقول له مش عارف ايه، طبعا ده كلام الحقيقه من وجهه نظري كلام غير علمي على الاطلاق. وحتى لو انت تقصد الكلام ده هيكون عندنا رد عليه، ولكن بعد ما نطلع نشوف كابتن سعفان صغير، يعني مدرب حراس مرمى وحارس مرمى اسبق في النادي الاسماعيلي، رايه في حراس مرمى المنتخب المصري، ونرجع نعقب عشان عندنا كلام مهم جدا. الاثنين السوبر في مصر حاليا محمد الشناوي اهلي واحمد الشناوي بيراميدز، دولت اللي هم مواهب يعني مختلفه. لا ما تكلمنيش بقى تقول لي مواهب، انت بتكلمني في حاجه ثانيه. لا في موهوب وفي مصنوع يا زحمة. اه الشناوي اهلي مصنوع مش موهوب. محمد الشناوي مصنوع مش موهوب. الشناوي بيراميدز مصنوع موهوب مليار في المية.
ليك 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 رايك. محمد شناوي اهلي، محمد شناوي اهلي مصنوع، انما شناوي بيراميدز موهوب، عواد موهوب، محمد صبحي زمالك موهوب. محمد صبحي موهوب، محمد صبحي زمالك وعواد زمالك موهوبين. ابو زي جبل زي احمد الشناوي كده. ايه يا حبيبي؟ زي احمد الشناوي كده. احمد الشناوي ده وانت وانا بدربه من احلى الحراس اللي انا دربتهم في حياتي، يخليك تستمتع في التمرين، ما تزهقش من التمرين. في مدرب، في حراس، في حارس مرمى يخليك مش عايز تكمل خمس دقايق وتسيب التمرين وتمشي. تمام يا كابتن، تمام. انما ما شاء الله الشناوي بيراميدز وعواد محمد صبحي دول موهوبين. اه، فانت لو من اداره الزمالك انما الشناوي اهلي، ابو جبل، مش عارف مين ومين، لا في حراس مصنوعه وفي حراس موهوبه. انا ده رايي الشخصي. هو كابتن سعفاني الحقيقه يعني محتاج يعني تعيد النظر في تقييمك لحراس المرمى، لان الحقيقه ده بيبعدك كتير جدا عن فكره ان انت ممكن تكون مدرب حراس مرمى منتخب مصر في وقت من الاوقات. لما تتحدث عن الشناوي وابو جبل تحديدا اللي عاملين بطوله امم افريقيا الماضيه بشكل مبهر، هقول لك يعني الامر صعب. فهتقول ابو جبل مستواه تراجع وممكن كان ده طفره في ادائه في امم افريقيا الماضيه، لكن تقول ايه عن محمد الشناوي؟ انا مش قادر استوعبها ان انت نفسك بتصنف محمد الشناوي ان هو الافضل وبعيد عن باقي منافسيه. بس مصنوع، ما انا عايز افهم مصطلح مصنوع. راجل اشتغل على نفسه مثلا، طب ما تحسب له. راجل بقى الافضل برغم ان غيره عنده موهبه بس مش قادر يشتغل على نفسه، تحسب له. وان كنت انا اصلا برفض التصنيف ده، لان انا بشوف ان محمد الشناوي لاعب موهوب، لاعب اللي يقدر يتحط اول مباراه رسميه ليه في كاس عالم مع فريق كبير امام نجوم اوروجواي وهجوم كاسح، ويقدر يتصدى لعده اهداف ويكون نجم المباراه وافضل لاعب في المباراه. ده ما ينفعش تتكلم غير انه حارس مرمى كبير، خاصه لما يكون قاعد له على الدكه حد بيضغط بشكل كبير جدا بكل الطرق، اسمه عصام الحضري، ما قدرش ما تهزش في الملعب. ده محمد الشناوي. لما تيجي تقول ان انت عاوز حارس امين لمنتخب اولمبي رايح يلعب اولمبياد، فكابتن شوقي غريب يختار محمد الشناوي فيكون افضل حارس في البطوله، ما ينفعش تقول غير محمد الشناوي حارس موهوب والحارس الاكفى. لما تيجي تتحدث عن بطوله حتى وانت بتنظمها على ملعبك وتطلع كل الجماهير بتتكلم على اتنين لعيبه، الشناوي وطارق حامد، ما ينفعش تقلل من قيمه الشناوي وتقول اصل ده مش موهوب، ده مصنوع. يعني روح اي دوري، روح اي دوله عربيه، روح اي دوله افريقيه، قول لهم تعرفوا محمد الشناوي؟ في بلاد هتقول لك احنا عندنا البترول ومصر عندها محمد الشناوي. مش مبالغه، ده محمد الشناوي. واعتقد كابتن سعفان الكلام ده ما كان يصح على الاطلاق ان هو يقال قبل ثلاث ايام او اربع ايام من بدء يعني المنتخب فارس مشواره وهو افريقيا، اللي كلنا بالتاكيد هندعم اي لاعب هيلعب وهندعم اي 11 لاعب هيلعب. ولا انا فاهم السؤال ليه، ولا فاهم الاجابه دي دلوقتي ليه، ولا فاهم يعني مدعاة استدعاء ده في وقت زي ده. وده الجزء اللي احنا جبنا الفيديو ده عشان ننبه لنوعيه الاعلام السلبي. ولكن توقعك للتشكيل بكره ايه؟ توقعك مش تمنياتك، قصدي مش شرط. تمنياتي محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمد حمدي. تمنياتي مين السنتر باك اللي جنب؟ ما انا فاهم، ما انا عديت عشان انا شايف ان منعم بعيد عن اقرب حد لي. انا اتمنى ياسر ابراهيم ولكن هو يلعب بحجازي. شمال محمد حمدي. تمام. بلعب في وسط الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. طيب انا بقول لك الشناوي، هاني، فتوح، حجازي، منعم. دي امنياتك ولا توقعاتك؟ انا قلت امنياتي. الاثنين. حجازي، منعم، مروان عطيه، نني، زيزو، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. استبعدت امام عاشور. نشوفكم على خير. مش هسيبك. مش القصه كده. طيب. القصه ان التعود اكتر على طريقه اللعب اللي بيلعب بيها فيتوريا، ما اعتقدش ياخد الريسك من اول مباراه. مباراه موزمبيق كان لازم ياخد فيها ريسك. اتمنى يعني نشوف اهم حاجه 11 لاعب قادرين يحققوا الفوز ويوصلوا رساله مهمه جدا ان منتخب مصر جاء الى هذه البطوله من اجل المنافسه على اللقب، وباذن الله نحتفل بالفوز بهذا اللقب. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.